أزور خويا. عليكم السلام أيوب حميد، سلام مالك، سلام سلام خويا علي، تحية خويا العزيز الله يحفظك. بعد ما يتسالكم راكم على القرص. هاد الحلقة من ميموار دان جوندارم، العنوان ديالها الجنيد. اكس ادجيدون، لا راني ادجيدون، باقي ادجيدون، ماشي اكس ادجيدون، اكس عسكري اكس ميليتير هادي، ولكن باقي ادجيدون. اخويا كنفتخر به، كنفتخر بالقراد ديالي، لان دوزت به، دوزت معاهم، دوزت معاهم الحرب والقتال. الله يحفظك، الله يحفظكم خويا، الله يحفظكم. المهم هاد الحلقة اخوان، من نبداو كيدخلوا الناس هاد الحلقة غادي نهضر عليها، على الجنيد كما تناولوه الاخوان قبل مني، سبقوني، وغنتناولو من ناحية لي عسكرية أمنية قمعية، من خلال التجربة ديالي ومن خلال لك الجانب اللي كنشوف منه أنا الجنيد. كاع الناس راه دلاو بالشهادات ديالهم، بالشروحات ديالهم، كل واحد على قدر المعرفة ديالو وعلى التحليل ديالو. أنا غادي نحاول نعطي التحليل ديالي من خلال تجربة، والله يرحم الوالدين على المعيور السبان اللي كيسب، راه باين ما عنده ما يقول. تحية تحية الجمهورية والفيدرالية المغربية الشعبية الحرة، المهم اتحروا جميع الاسماء كما بغات تكون، المهم نتحرروا من العبوديه، لان احنا عينا من العبوديه. كل شيء عاش من نهار بداو العلويين وحنا عبيد. التاريخ راه دابا، راه المشكل ديال التاريخ ديال المغرب راه مصيبه، راه حيت الا بديت كنعاود لكم التاريخ انا اللي اكتشفته على المغرب، ماشي على المغرب، الدول العربية كاملة، إلا بديت كنعاود لكم التاريخ راه غنتخاصم معكم، راه كلشي غادي يخرج من القناة ديالي، حتى واحد ما يبغي يتصنت ليا. ودابا المشكل ديالنا حنا دابا ما تنتقبلوش الآراء ونمشيو نبحثو، داكشي راه مشكل، راه العبودية عندنا حنا من بكري، راه العبودية ما تحيداتش، راه الدول الغربية والمتقدمة تحرروا من العبودية وحنا بقينا في العبودية اللي كانت من قبل الجاهلية، باقيين فيها حد الآن. السعودية راه محيدة كانت العبودية عندهم رسمية حتى 1960، حتى ضغطت عليها انجلترا بريطانيا، موريتانيا الشقيقة راه يمكن باقي فيها العبودية اللي هي رسمية لحد الآن. احنا بقى عندنا العبودية ماشي رسمية، ولكن بقى بالتوابيت ديالها وبالتعريفات ديالها وبكل شيء. حيت انا منين نبوس الواحد يدو نركع عليه ونبوس لي يدو ونقول ورجليه ونقول لي سيدي ومولاي ونتسنى العفو ديالو، الله اللي كيعفو ماشي الانسان، الله اللي تيغفر، وندير اللي بغيت والقانون الجنائي في صالحك والدستور في صالحك وانت اللي كاتبو، وما يقدر يوصلك حتى شي واحد، وما كاينش شي نص قانوني كيعاتبك ولا كيقدر كاينش شي مواطن اللي يقدر يوجه لك الاتهام، وخا تكون نتايا كتقتل بالعلالي وكتذبح بالعلالي كتشفر بالعلالي، ما كاينش اللي يقدر يهضر معاك. ورا العبوديه هذه والالوهيه. سلام خويا سعيد، الله يحفظكم، الله يحفظكم الناس ديال الريف، الله يحفظكم. كيف ما بغى يكون الحريه، راه الحريه ملي كتكون الحريه راه بالمعنى ديالها المطلق، اي واحد حر باش ما بغى، بشرط انه ما غاديش خصوش يوصل للحريه ديال الاخر. هذه دي الحريه، انا حر ولكن ماشي حر باش نمشي نتعدى عليك، هنا الحريه كتوقف. مي انا وحر نقول اللي بغيت، ولكن ماشي حر انني نتعدى عليك بالهضره، نقول عليك شي حاجه اللي ما كايناش، نقول عليك شي حاجه اللي كاينه بالدليل.
نتابعك قانونيا، نتابعك عرفيا، نتابعك بأي حاجة، بالعقود، ولكن ماشي حر انني نقول شي حاجة اللي خارجة على القانون. الحرية دي ما تيكون فيها قانون، حرية راها قانون، هي اصلا الحرية راها قانون. راهي هي راك هي راه فيها جوج ديال، هي الحرية راه فيها جوج ديال شنقولوا لي بارتي اللي هما في نفس لو كور متضادين. اي حر ولكن مقيد، ولكن مقيد بواحد القانون، واحد القانون اللي هو اللي خصو يكون منطبق على الجميع. اما الا كان منطبق على واحد الجماعه، واحد الجماعه فوق منا منطبق عليها بواحد 20%، وواحد الجماعه فوق منا منطبق عليها بوالو، دير اللي بغات، ما بقاش حريه هذيك. الله يحفظكم خويا، الله يحفظكم على تاعك. المهم باش ندخل في الموضوع، ام نوت كيري لا انا وخي عير وخي سبول، انا داكشي اللي باغي نقول غادي نقولو، اللي بغيت نوصل غادي نوصلو، اللي بغي يعير القافله تسير والكلاب از باركين. هشام غي جاوبنا حنا الناس مكناس. هشام مسميتيش هشام، انا سميتي مصطفى خويا. تحياتي خويا. المهم الموضوع التجنيد، كما كتعرفوا دابا الشعب المغربي، كما كتعرفوا نتوما، كما كنشوف انا، راه الناس بدات كتحرك. كاين اللي وصل انه كيهضر وسط المغرب كيقول لهم بركه، راه سمعناكم وشفناكم وعقنا بكم، وبركه من الشفره، وقتلتونا وهلكتونا وجوعتونا، والناس الشباب مساكنين شنقول لك، صافي ولا اللجوء ديالهم تي صافي الملجأ الوحيد ديالهم والزلا والفنيد، شراب الى لقى باش يشري الشراب والقهوه والويفي، صافي هادشي اللي كاين. انسان باغي يخدم ما لاقيش فين يخدم، باغي يقرا ما لاقينش فين يقرا، باغي ما عاد شنو يدير ما لقاش، صحته كتضيع، صافي تلقى راسو تيدير هاك، يغمض عينيك يحل عينيك يلقى عنده 40 عام، بواه هو اللي خدام في الدار، عندهم هما 8 ولا 10 ولا 12 واحد في الدار، واحد بواهم اللي خدام، وعندو ناموسية ولا سداري فين كينعس وصافي، وعايش الحياة كيتسنى الموت، ما عندوش فرصة انه باغي تا هو يكون اسرة، تا هو ويتزوج ويدير وليدات، وتا هو يكون عنده السكنة ديالو، ما كيداش، ما كاينش داك ابسط الحقوق الانسانية، ما كايناش ابسط الحقوق الانسانية، هو ابسط الحقوق الانسانية هو باش يحلم ويكون عنده واحد الامل، واحد الاسبواغ، ما عندوش، قاطعين لك. ما تقدرش تقول انا راه واحد النهار غادي نمشي، انا نقدر نمشي نخطب ديك الدريه نتزوج بها ويكون عندنا واحد المحيل، ونكون مستقر ماديا وامنيا، وهادي وطاطات، ونربي وليدات نقريهم هادي، وتانا ندير بحال بات انايا وهذا، وندير عائله، ما كايناش. هي بطبيعه الحال واحد المجموعه ديال الناس اللي شويه شونسو، ان والديه كانوا شويه مسك عليهم الله، ضحاو معاه، جراو معاه، خسروا عليه، قرا شي شويه، دبر على خديمه ولا هادي، ولكن الاكثريه ما كاين والو. المهم هي بطبيعه الحال باش ما نبقاوش نخسروا الهضره في الفيديوهات، لان دابا بدينا كنتعرفوا، وبدينا كان كلشي المناضلين ولاو الناس كيتسنتوا ليهم في جميع انحاء الدول، عفاكم تعليقات تكون الله يستر عليكم. بغيتي تشور في وجه الهالك السادس، استعمل عفاك كلمات اللي تكون هي سميتو محترمه، وهذا تكون عندنا واحد الصفه شويه ديال مؤدبه، وهذه كاع الوصفات اللي غتعطيو تعيرو وكل شيء طابقين عليه، الانسان يكون شويه سميتو عاش الملك، كون فهمتي ديك عاش الملك سيليا يعقوبي مراد، كون فهمتي ديك عاش الملك ما تقولها، كون فهمتي شنو الدلالات ديالها التاريخيه والدينيه ما عرفت شنو هو عاش الملك. المهم الدوله دابا والنظام الهلكي حس بالخطر، خطر داخلي خارجي، داخلي من المواطنين تما بداو يعيقوا، بداو يهضروا، بداو يتثوروا، حسوا بانهم غادي يخرجوا للشارع واحد النهار،
الخطر اللي جاي من الخلعه ديال الجزائر اللي ناض الشعب الحر ديالها حتى هما تاروا في وجه الطاغيه ديالهم هذيك بوتفليقه، السودان، مالي، فرنسا ديك المره عطات واحد المثال، الشعب الفرنساوي عطى واحد المثال ديال الحريه، انهم ولو دوله قويه عظمى ديمقراطيه ما عجبهمش واحد القرارات ناضوا هبطوا الرئيس للشعب، هبطوا للزلقه. المناضلين في جميع الدول، في الولايات المتحده، في اوروبا، في جميع، تيشوفوا اليوتيوب، الفيسبوك، الناس تي المغاربه من جميع حتى البرانيين ولاو كيهضروا، الصحافه الدوليه ولات كتهضر تتكلم، وصل السعوديه اللي كان متحالف معاها هي والامارات، راه هاد دغنيغ مورا قلبوا عليه الكفار، هضروا فيه تما ما عرف شنو كيوجدوا ليه، يعني ما غيرضاوش طبيعه الحال. شوفوا مرغوش حاكم على دولة، حاكم على شعب على قدو، ودولة قوية ماشي دولة المغرب، راه ما ساهلش. خافوا اشنو غادي يديروا، اشنو غادي يديروا، خاصهم يوجدوا دي بلان، دي بلان تيتسموا دي بلان دو ديفونس، دو ديفونس ديال المصالح ديالهم طبيعة الحال، ديالهم هما وديال اخنوش وديال الطبقة والممتلكات العامة، او كونتر زعما كيما كيسموها هما الفوضى، لانهما واحد مني كينوض كيطالب بالحريه ديالو هادي كتسمى فوضى هما عندهم، واحد مني كيقول لهم اسيدي واش هادوك الناس ديتو عليهم في الحبس، غير تكلموا ما داروا والو، غير تكلموا، واش واحد في الريف زفزافي مسكين ما قال، ما دار والو، ما دار والو، اتكلم ما هدرش. حق دخلتوا سميتو بغيتوا تدخلوا المغاربه بالعاطفه الدينيه، حق راه دار الفوضى في الجامع، وهذاك الامام اش كيدير تما، هذاك الامام، هذاك امام ولا مقدم ديال الداخليه، الجمعه انا كما كنعرف انا الصلاه ديال الجمعه والخطوبه ديال الجمعه اللي كنعرف انا، هو الانسان كيجيب واحد الموضوع ديني متعلق بالحياه الدنيويه كيتكلم فيه، بعيدا عن السياسه، بعيدا عن التطبيل النظام، بعيدا على تشجيع الهلكيه، اي هضر في المسائل، انت امام ديال الجامع ممكن انك تهضر في الحوايج ديال الحياه الدنيويه، ممكن تنصح الشباب، ممكن تهضر معاهم تقول لهم سي بي ام وما سي بي امات، ممكن تهضر في الحياه، تهضر كما الانسان تنصحهم الشباب هادي كذا قراو مزيان، ديروا دبلومات هادي، خدموا، قلبوا على خدمه، سيروا هادي، ولكن باش تدخل حتى تولي تطبل النظام الهلكي خدام عنده، هو هذاك السي زفزافي قال له ودي حنا جايين نصليو، حنا ما جايينش باش نعيشوا، اش اللي قال له؟ قال له هذاك مالك ديال البلاد، راه مالك ديال البلاد، خليه، حنا دابا جينا للصلاه باش زعما الا بغيت تزيدنا شي حاجه تفيدنا في الدين، تفيدنا، تزيد تقوي الايمان ديالنا، هادشي اللي قال لي، ما قال لي والو، قلبوا عليه الكفه 20 عام ديال الحبس. المهداوي فاش قال تاو حق قاعد بالتبليغ 3 سنين ولا 5 سنين ضربوه ولا شنو هو، اش بالتبليغ والتبليغات اللي كان تيعطيكم من قبل، التبليغات اللي كان تيبلغكم، الالاف ديال التبليغات بالعلالي في اليوتيوب في الزنقه، عباد الله اش كاين واش كاين، اش واقع واش واقع، بان لكم غير وزيد وزيد، راه الناس بزاف، راه شباب بزاف، 15 عام 20 عام على والو. المهم دابا هما تيوجدوا دي بلون دو ديفونس، دابا النسبة اللي عندهم ديال العسكر والبوليس والمخازنية اللي غيديروهم باش القوات المساعدة اللي غيديروهم باش يكونوا بهم كيتسموا دوك الفيالق ديال الحفاظ على النظام، لي زيسكادرون دو مانتيان دو لوردر، حيت هما قارين دوك لي بلون قارينهم من فرنسا، كاين واحد لو سونتر كاين في ديال الجدرمية في بن سليمان، حتى البوليس عندهم هادشي. المهم انا نعطيكم المثال اللي تنعرف انا، كاين واحد السونتر في بن سليمان على راسي واحد الكولونيل، واحد الفاسد بتفكر سميتو، واحد الشفار، الا كان هنا شي اكس جوندار ولا شي جدارمي ولا شي حاجه يقدر يفيدني بالسميه ديالو، فاسد عطى الويسكي وحياه ما والو، مسكين حياه بائسه،
كان تيتجمع، انا فاش كنت عايش تمايا كيتجمعوا تمايا، هو واحد الكولونيل الوزاني هو اللي على رأس المصلحة ديال الفلوس ديال الجدارمية، لانتوندون ديال لا جوندارموري، لانتوندون ما عرفتش كيفاش نقولها لكم بالعربية شنو هي، لانتوندون هو اللي مكلف جميع الحوايج اللي فيهم ديال الفلوس، ميزانية خلص هذه الصفقات، شري ليسانس، خلص هذا، سير هذا، خلص ديبلاسمون، الميزانية كتجي من الدولة. لانتوندون شنو المهمة ديال لانتوندون؟ دابا كلها دابا العسكر والجدارمية وهذا سيكون عندهم واحد الامير بالصرف، كاينه ميزانيه كتجي من فلوس الضرائب، من فلوس الشعب، كتجي من ميزانيه ديال الدوله، خاصها تعطى للعسكر والجدارميه، بيان سور الجدارميه محسوبه على العسكر. الامير بالصرف ديال العسكر هو هذاك الوليدي، ذاك الوزير المكلف بالتنسيق مع اداره الدفاع الهلكي، إدارة الدفاع الوطني. هاد الوليدي، هاد الوزير، هاد الشفار، باش يحمي راسو، باش ما يبقاش سميتو، كاينه الميزانيه كتمشي للعسكر وكاينه الميزانيه كتمشي للجدارميه. عاطي داك الاسم ديال الامير بالصرف بار انتيريم بالنيابه، عاطيها لحسني بن سليمان اللي كان دابا راه ولا هذاك هرامو، وسميتو هرامو مسميتوش سميتوش حرامو، راه حيت بالفرنساويه كتكتب اش يقول لي حرامو، هو هرامو، يمكن من ديك هرمومو ولا شنو. المهم عطيها لحسني بن سليمان، يعني حسني بن سليمان يقدر انه يتصرف في هذيك الميزانيه اللي كتجي من الصندوق ديال الدوله. حسني بن سليمان بيان سور حيت مجرم كبير باش ما يبعد راسو على الشبهات، عطيها لذاك الوزاني، عطيه بالسميه ديال لانتوندون ديال لا جوندارموري، وعطيه بالامر انت تصرف هذه الميزانيه، وانت اللي غتسني، وانت اللي غتسني على الصفقات وهذه وتكلف صافي. كيبداو يتفقوا بيناتهم، كيجلسوا كيقصروا بالليل، كيتجمعوا مع مراواتهم، يمكن كيديروا ديك العمليه اللي كتسمى في اللي محرمها الله، اللي هي سميتو الجنس الجماعي، اللي كيتسمى بالعربيه اللي في القران الجنس الجماعي، هو دابا نتفكر سميتو، ما عليناش، كيديروا هذاك الشيء هما، ماشي مشكل عندهم، لانه هما مجوجين، هما فاسدين مجوجين بالفاسدات، والويسكي وسميتو واحد. انا واحد النهار ديت ليه الكوريي، ديت ليه الكوريي، راه دابا جينيرال، ما عرفتش كيفاش طلع جينيرال هذاك، ما دخلت للجدرميه لقيتو ما عرفتش، يلا سوليوتنو تخرج من الاكاديمي ولا باقي ما دخلش الاكاديمي ولا شنو، هو طلع جينيرال ما عرفتش في 15 عام ولا ما عرفتش شحال، ولا 20 عام ولا ما عرفتش شنو. هذاك ديت ليه هو اللي سواديزون المخابرات ديال الجدرميه، كلا مخابرات لا والو، غير جميع الاخبارات، الاخبارات اللي كتوقع، ماشي شنو مخابرات، ماشي بداك المستوى ديال المخابرات، اشنو واقع اللي وقع برقاقه، جمع مع الموين ديتاي مع الائمه المقدمين جدرميه هادي تاتات، جمع الاخبارات قادهم كتبهم، كاينين جدرميه تيكتبهم، كيدير والو، سميت مو الجنرال يزيدي. ديت لي كوري انا الفيلا ديالو، عنده فيلا في بير ديك البير، هما كاملين مجموعين ساكنين في بير قاسم، عندو بيسين كبير، حاط جدارمي في الراس ديال لابيسين ليه، وجدارمي في الراس ديال لابيسين ليه، كل واحد عندو قرعه ديال الويسكي، كيتريني في لابيسين كيعوم، كيوصل لهداك كيكب ليه هداك الكاس، يكبو يشربو ويعطيه ليه ويعطيه الفوطه وهادي، ويستراح تما كيما شي كارو هادي، ولا يهضر في التليفون، عاوتاني يعطيه ليه، شد ليه الفوطه وشد التليفون شد هادي، ويتريني عاوتاني يجري عاوتاني يعوم، يرجع للاخرى خصو يلقى الجدارمي عاوتاني تيتسنى تما واقفين، ها واقفين بحال العبيد، العبيد داكشي ديال العبوديه. المهم كيتجمعوا تمايا علاش؟ باش يتيديو الصفقات، شنو غادي نديرو في هاد الصفقه هادي، خصنا نصيفطو مثلا واحد 200 واحد لانسان ندربوهم، يا كاين تدريب لا مهم، راه كيمشي داك الشيء، راه ماشي حتى لعبه، علاش واش غدرب بنادم على الزرواطه والدرقه والكاس، كيفاش تضرب بنادم؟ كيفاش تقمع بنادم؟ دربوا لي جدارمي ولا العسكري، دربوا لي على شي حاجه اللي غادي سبا، غادي شي حاجه اللي انسان يولي مزيان يحافظ، كيفاش يحافظ على الامن، كيفاش بسيكولوجيكي يعني يكون شرطي ديال بصح، يدربوا على الزرواطه، كيفاش ان اسكادرون ديال 100 واحد يقدر مثلا يضبط مثلا واحد الجمهور فيه مثلا 10000 ديال البشر، صافي هادو هما لي تكنولوجي اللي كيدربوا عليهم.
هما شنو هو شافوا ليفيكتيف اللي عندهم، يعني الاعداد ديال المخازنيه اللي عندهم اللي غادي يستعملوها، شافوها ما كافياش لهاد لي بلان اللي غيديروا، لان شافوا الناس يقدر واحد هما ديما تيديروا احتياطات. قالوا غدا بعد غدا يقدر تخرج مليونيه، وكنطلب من الله يوميا كنقول يا ربي امتى تكون هاد امتى هاد النهار غادي يجي، امتى المغاربه ياخذوا البادره ويخرجوا يكونوا يعبروا عليهم انهم احرار، وهما احرار طبيعه الحال، المغاربه راهم احرار، لان الا خرجت لهم كازا بتاع كازا غير كازا دار بيضاء، الا خرجت راه مصيبه. ما كيقول لكم في احصائيات كيكذبوا عليكم، كيقول لكم راه ما عادش 6% ولا 7% كازا راه واقيلا فيها شي 20 مليون والله، ما يوقفوها بالله، والله تجي الموجه بالله الا وقفوها، ما تيقدوا معاها التيران، التيران ديال هذاك التيران ديال ستاد دونور اللي كاين في كازا كتلعب الرجاء والوداد، ما كيقدوش عليه، واخا يجيبوا ليه المارينز ملي كتهبط الموجه اش غتوقف؟ غتوقف ديك العام راه ماتوا فيها 100 واحد ولا ما شنو ماتوا في الزاحين، عباش غتجيب لهم ديك المخازنيه ودوك البوليس الجدرميه ديالكم عندهم حتى الركابي اللي شبعان فلوس اللي كيعطي على الرشوه ولا شنو هو، كتلقى كرشو قداش بحال حامل عنده 20 عام اللي عنده الفلوس، واللي ما عندوش فلوس مسكين ما عندوش الركابي تياكلش ما عندوش فلوس، مقتول بالكريدي راه شاري بارطمان تيخلص 40000 ريال ديال الكريدي ديال الطريطه والضو الماء والدراري خصو يقريهم وهادي وعايش بالهواء. دونك اش دارو؟ خاصنا اون غيزيرف، لا اون غيزيرف، ملي غنجيبو هاد لا غيزيرف، هاد لا غيزيرف الا جينا مثلا نديرو بالتوظيف المباشر، ماشي هو حنا ماشي موظفين العسكر والجدرميه، ماشي موظفين، غادي نثيرو الانتباه باش ندخل مثلا 10000 اليمون في دقه واحده، ما غنثيرو الانتباه، غنثيروا انتباه وزائد الميزانيه، ما غاديش هما يقدروا يخلصوها، يقدروا يوظفوا حتى 100000 واحد في العسكر والجدرميه والبوليس، يخلصوها كافيه عندهم الفلوس كاينه العلاقه في المغرب، ولكن لا خصناش نخلصوهم اقل الاثمان. دونك اش غنديروا؟ غادي نديروا التجنيد الاجباري، التجنيد الاجباري هذا عادي يقع معترف ليه دوليا باش المواطنين في اطار الدفاع عن الوطن وهذا طاطاط، بطبيعه الحال لان كاين الخطر اللي جاي من الجزائر، هما ديما كيعتبروا الجزائر عدوه مع ان الجزائر الشعب الجزائري الحر هما اخوان المغاربه، الشعب الصحراوي هما اخوان المغاربه، الشعب الريفي هما اخوان المغاربه، هما كلشي مغاربه، راه كلشي راه مغرب العربي راه كله مغاربه هادوك، راه سيرتو لي زالجيريان والريافة والناس ديال الداخل والصحراوة راه مئات السنين هما متعايشين بنفس المشاركات بزاف، راه هما اللي كيفرقوكم، راه المخزن اللي كيفرقكم، راه يكون عندك دولة بوحدك أسيدي ولا كنراك تاخويا، عندك راية ديالك، تصحراوي بغيتي دولة ديالك وراية ديالك، ولكن انت خويا راك خويا، عندك عسكر ديالك ودير دولة ديالك مستقلة جمهورية ديالك، ولكن خويا راه بغيت نضربش معاك، ريفي تا هو كذلك راك خويا، راه خدمت أنا عند دوك الناس، راه الله يعمر لهم الدار، راه ناس زوينين أصاحبي، راني براني باين براني. يعرضوا عليك يدخلوك لديورهم يوكلوك يشربوك يتعاملوا معاك حصلتي بجدارمي بكسوتك وعارفينك جاي دي بلاصه مع الهاليك اللي ما كيحملوكش وعارفينك بانك انت مسكين راه مسير من النظام، يقول لي لا والله نكون غادي دايز دي بلاصه مع طوموبيله ديال الجدارميه ولا بموطور ولا شي حاجه بغيت نتغدى في شي بلاصه تيخرجوا لك شي واحد يقول لك الشاف اجي تغدى، دخلوك لديورهم يغدوك في ديورهم، دونك ما كايناش الناس راه الله عمر لهم الدار، صحراء حتى هي كذلك نفس الديكور، في المغرب وسط المغرب عند الشلوح الامازيغ الاحرار حتى هما نفس الديكور، عارفينك عربي مخزني جدارمي بوليسي حمار تابع للنظام هادي ويتلافك، ماشي خوفان منك انت راك جاي عادي بلاصمون هادي طاطاط، ماشي خوفان منك تيبغي يبينوا لك بانك راه حنا راه حتى حنا راه عندنا حتى حنا راه حضاريين، حتى حنا راه تنتهلاو في البراني، حتى حنا راه انت راه عابر السبيل لان هادو مبادئ اللي هي
ثقافية حضارية دينية، خصو يبين على راسو بأنه حضاري. واخا هو ولد العروبية مسكين ولد الجبل ما عارف والو، ولكن كاينين المبادئ. دخلك عند ديور عند دارو عند ولادو، يحطك داكشي اللي قسم الله، هو واقف وما يجلسش معك في الطبلة، يعرض على مثلا على الجيران ديالو، مثلا رجال الجيران ديالو يقول لهم اجيو راني عارض على الشافو هادي طاطات، يجلسوا معاك هو واقف واقف، او دي جلس تاكل معنا تقول لك لا التقاليد ديالنا خصنا نوقف عليك. ويجيب لك يجيب لك سميتها هذاك ديال الغسيل، نسيت على السميه ديالها، التقاليد المغربيه عندنا هذه القضيه، المقراش ديال الماء سخون وهذيك الطاسه ديال الغسيل، ويجيب لك الصابون والفوطه على كتفه، واقف راجل كبير اودي حشومه خليني نوض نغسل، تيقول لك لا جلس انا غادي نوقف عليك نغسل لك يدك. وهادو راه هادو راه المقومات، هادو راه المبادئ ديال الناس اللي عندهم الاخلاق وعندهم المبادئ والاحرار اللي كيدير معك بحال هادشي. انا كنوجه هاد الهضره تنوجهها للعسكر والبوليس والجدرميه، دوك اللي خاشيني روسهم في الرمله وفي التراب ما عارفين والو مدمدمين. انا كنعاود لكم تجارب شخصيه ديالي، يا العسكر يا الجدرميه يا البوليس، راه هادوك خوتكم، راه الشعب خوكم، راه عائلتكم، راه ولادكم، راه بواتكم مواتكم خوالاتكم. هي راه نتوما عايقين بالنظام، واش كتقول ما عندي ما ندير لا اله الا الله، وانا عندي خدمتي خايف عليها وادي وطاطا، ولكن لا صاحبي لا صاحبي، راه الناس عابغه، الناس قهرات، الناس راه الناس راه ما تيعرفوش حتى الحريه، لان ما عمرهم ما كانوا احرار. راه الناس باغيين يعيشوا زوينه، باغيين يسكنوا في سكينه زوينه، باغي حتى هو فرصه ديال الخدمه، وانتم سديتوا عليهم كل شيء، واخنوا الجماعه وطوا كل شيء، العداله التنميه جماعات وطوات كل شيء، هو بارك عاد يشد في ديك الفلوس وكيصيفط لبرا. يلا هيا نايضة فينا هو، يلا هيا نايضة فينا هو، هضر معاكم ديك النهار هضر قال لكم اين الثروه، كيفاش اين الثروه؟ اجي انتوا الثروه، واش تشافر هادو تقول لهم اين الثروه؟ دار لكم بعد ديك القضيه ديك النكته ديال الباطل جا عند الحق، حق مسكين جالس ما حاسق ما عنده حتى ريال، ما عنده حتى ريال، جا عنده الباطل قال له فينا السي الحق؟ لا احنا جالسين، جا عنده الباطل قال له فينا السي الحق؟ لا احنا جالسين، يعني قرد على الوقت ما خدام ما ردام ما عندي حتى باش نشرب قهوه، قال لي يلاه يلاه نمشي نخلص عليك شي قهوه، يا ودي الله يهديك انا ما عندي حتى ريال في جيبي، قال لي تعال يلاه، قال لي نمشي نشرب قهوه من ضرني الجوع، قال لي واش ضرك الجوع؟ قال لي يلاه، قال لي نمشي نشرب قهوه من ضرني الجوع، قال لي واش ضرك الجوع؟ قال لي يلاه نمشيو نمشيو كاع نمشيو، حنا نمشيو القهوه نمشيو شي ريستورون مزيانه، دخل شي ريستورون 5 ايطوال مزيانه خير، دخلوا يا ودي الله يهديك الحق، تيقول لي انت راني ما عندي، قال لي صافي هاني يا صاحبي حتى زيد يا صاحبي مرحبا انت صاحبي، خلوها سيدي دوموندا هاني يا صاحبي حتى زيد يا صاحبي مرحبا انت صاحبي، خلوها سيدي دوموندا دوموندا ماكله المشروبات، خلى ما دوموندا ليه كلام مزيان، قال لي اش بعتي بخير وعلى خير؟ قال لي بخير الله يدي الله يخلف عليك، ناضو بغي يخلصوا جا عندهم السرباي، ناضو بغي يخلصوا جا عندهم السرباي، قال لي راه قال لي راه عندكم الفاكتوره فشي 1000 درهم، قال لي ورد لي الصرف شي 1000 شي 110000 فرانك ولا 165 درهم ولا شنو هو، ويقول لي الباطل ورد لي الصرف، قال لي اش من صرف انت باقي، ويقول لي الباطل ورد لي الصرف، قال لي اش من صرف انت باقي ما عطيتيني ما عطيتيني، قال لي عطيتك 24000 ريال، الله يا ودي اش ب 24000 ريال ما عطيتيني والو، يلاه سولتيني على الفاكتور، قال لي لا عطيتك 24000 ريال، رد لي الصرف دابا حسبتي عليا 21000 ريال ورد لي 3000 ريال ديالي، السرباي هو يبدا يقول لي واك ريال ورد لي 3000 ريال ديالي، السرباي هو يبدا يقول لي واك 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 الحق واش كاين شي حق ولا على الباطل، هو يقول لي الباطل ها هو الحق، الا كذبوه يهضر الا كذبوه يشهد يشهد، هي هادي ديالنا حنا، ندير لكم رزقكم
وبدا يقول لكم واك واك الحق فينا هو ندير لكم رزقكم، وبدا يقول لكم واك واك الحق فينا هو فينا هي فينا هي الثروه. لهذا هما التجؤوا لهذه الطريقه، كيعتبروها ما هي ذكيه ما هي ما ذكيه ما تلعب، لان يقدر ينقلب السحر على الساحر، والتاريخ يشهد بذلك. ينقلب السحر على الساحر، والتاريخ يشهد بذلك. ديما السحر ديما السحر ينقلب على الساحر، لانه ما اغبياء بهذاك الهالك ديالهم بدوك الجنرالات ديالهم بكل شيء ليهم اغبياء مساكن، راه ما قالوا راه ما طريقه بابا والو فيه الزعامه ديال الشفره، ما طريقه بابا والو فيه الزعامه ديال الشفره، كيشفروا بالعلالي، لان الرئيس ديالهم الهالك اللي على راس القمه اللي غيحاسبوا ما كاين، هو اكبر شوفار. لكن ما شرحت لكم بواحد الحلقه، كل واحد كيدي على قد البوست ديالو، الهالك راه كيدي بلي بيليون، واحد كيدي على قد البوست ديالو، الهالك راه كيدي بلي بيليون دو دولار، المليار دو دولار اللي تحت منه كيديو بلي مليون دو دولار، اللي تحت منهم كيديو بالمئات الالاف ديال الدولار، وهي غادي كتكفل داك الجدارمي ولا داك الجوادرمي ولا داك البوليسي اللي كيشد 1000 فرانك 400 ريال، الجوادرمي ولا داك البوليسي اللي كيشد 1000 فرانك 400 ريال. شنو غنديروا؟ غادي نديروا التجنيد الاجباري اللي هو قانونيا معترف به دوليا، لو سيرفيس ميليتير دوليا، لو سيرفيس ميليتير دخلوا 10000 ديال بلي ترونش، كل ترونش تكون فيها 10000، دوز عام ولا ما 18 شهر غتخرج انت ديجا هما مجدين 10000. ولكن هما شنو الهدف ديالهم؟ هو ديما تكون 10000 عندهم، ولكن هما شنو الهدف ديالهم؟ هو ديما تكون 10000 عندهم، كاينه عندهم في القشله، ماشي الهدف ديالهم هذيك ال 10000 اللي ترينيات ديك 12 شهر دارت تجنيد وخرجت في حاله زعما غتستافد منه، تستافد ولا ما استافدت؟ حتى انا اللي دوزت 24 عام طيحت صحتي، حتى انا اللي دوزت 24 عام طيحت صحتي، العصاب الحمد لله بخير وعلى خير، انا خرجت بخير صحيح صحيح، ما كاين لا مرض لا اعصاب لا مولبي، بالعكس داك الشيء ضاف موان زين، اما تزلت الحريه دليل هو انني ثرت على مم صافي. ديك ال 10000 غيشدو غيديروا لها لافاج الغسيل ديال الدماغ، غيديروا لهم بحال دوك الاكباش اللي عندهم دابا اللي مازال خدامين عندهم اللي خايف على راسو، دخلوه بداو عليه بداك البيوطاج بالعصاب التمره الكحله بالجوع بالقهراب بالمعيور بالسبان كاع اللي ولد دارهم مربي غادي يرجعوه يخرجوه على الطريق اللي ما عمره ما تبلى بالكارو بالحشيش وداك الشيء غيتبلى تما عام كافي، ما عمرو بديك الايديولوجيات ديالهم الهلكيه لي زوردر يولي عسكري، اي لحظه وقعت شي حاجه في المغرب غادي يوجدوهم غادي يدخلوهم هانتوما وغتمشيو، شي حاجه في المغرب غادي يوجدوهم غادي يدخلوهم هانتوما وغتمشيو، غادي ياكدوا لكم على حفظ النظام الزروطه والدرقه لا ماتراك والبوكليي والكاسك وديك الخمشه الزرقاء اللي كيلبسوا لهم. طيب هما التجربه راه ديجا كانت ديال هذوك اللي تيسموهم البلاغ، البلاغ هما دوك العسكر اللي كانوا كيجيبوهم كيعطيوهم الكسوه ديال البوليس، هما دي ميليتار غير دي زوم دو تروب، وفرقوهم على الكوميساريات في المغرب كله باش رونفورصاو بهم البوليس، ما عنده حتى شي صفه غير انه كيكون مرونفورصي الكوميساريات باش حتى الا وقع مثلا شي اضراب ولا شي مظاهره ولا شي خرجه ولا شي حاجه تيكون عندهم ليفيكتيف، حتى هما كيلبسوهم الكاسكات وهادي وتطط ولا عندهم ليفيكتيف، لانه ما كيفكروا في هادشي ما كيفكروا حتى شي حاجه، ما تيفكروش الاصلاح تيفكروا في القمع، القمع. ايوا تخيلوا معايا نتوما 10000 ديما كاينه، تجي 10000 دوز عام تخرج ديجا 10000 كاينه موجوده داخله، دونك ديما 10000 تزادت في ليفيكتيف ديال المخزن، وغيترينيو بها على دوك حتى موقع ديالهم ديال لي زيسكادرون دوك الفيالق ديال القمع، الفيالق القمعيه ديال لو مانتيان دو لوغتر الحفظ على النظام، حيت داكشي مدروس، وما بحال قلتي استراتيجيات بحال الفوتبول بحال كره القدم
خطاط مثلا، راه الا كان جيك مثلا واحد لافول من هنايا، واحد جاي من واحد الزنقه، احنا اش كنديروا؟ كنديروا الاسكادرون لا بوزيسيون ديالو هكذا، كنديروا باراج لعيبه طاطات، وبدوك لي ماتراك وهادي، والكاميو ورانا كيطلق الماء، استراتيجيات، وكيديروا شي وحدين في السطاح يقدروا مثلا يكون عندهم دوك دي تيغور ديال داك سميتهم داك الرصاص المطاطي، كنضربوا مره برا، كن عطيو لي زوردر لوفيسي ديالهم اللي وسط منهم، مره كيقول لي ضرب ضرب هذاك القدامي، راه شتو مزعمهم طيحوا، كيطيح مثلا شي يطيحوا شي ثلاثه ولا اربعه، كيزعزعوا مثلا الخلعه في 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 في, في الجمهور، كيزعزعوهم، كيزيد داك لو باغاج ديال المخازنيه، كيجريو شي شويه باش كيشدوا واحد ولا جوج كيدخلوهم كيدوهم الصافيطه، او لا مثلا يطلقوا عليهم دوك لي بومبا كريموجين ديال لاكريموجين ديال القنابل المسيله اللي الدموع، باش يزعزعوهم ويهجموا عليهم باش يهزوا شي ثلاثه ولا اربعه. هادشي اللي كاين، سياسه جبانه جبانه ديال باش تخلع البشر، ولكن الحمد لله الشعب مابقاش كيخاف، مابقاش كيخاف، ما غاديش، الحمد لله الشعب غادي يتوعى وغادي يعرف بان هادشي خطط جبانه ديال الجبناء، ديال الجبناء. الشعب غادي يخرج كافه، الوطن كامل من شماله الى جنوبه، بارك عليكم، بارك عليكم من الجبن. اللي خص تعرفوا بان راه كاين الخوف وكاين الجبن. الخوف راه طبيعه في الانسان، اي واحد تيخاف كيف ما بغى يكون، واخا يكون بطل ما عرف شنو هو، راه الخوف طبيعه في الانسان. اللي ماشي هو طبيعه في الانسان هو الجبن. اي انا خايف ولكن باغي نضرب على حقي، بان لي شي واحد جاي صحيح غنمشي عنده وانا خايف. بالعكس الخوف مزيان، الخوف كيعطيني القوه باش نحذر منه، لانه صحيح عليا نحاول كيفاش نتفادى الضربات ديالو هادي وطاطات باش نغلبو. ولكن الا كان عندي الصفه ديال الجبن، الجبن خيب ماشي مغاير للخوف. الجبن شنو هو؟ الجبن هو انه من نرك عليه، هو اني ما نواجهوش. ديجا كتكون عندي هذيك الفكره ديال بلا الجبن، الجبن ما كيكونش خواف، بعدو لا علاقه له مع الخوف. الجبن هو اصلا انت داك حتى داك الخوف ما كيخليهش يوصل ليه، لانه هو تيقول انا ديجا انا بعد هذاك ما غاديش نواجهه، دار لي حقي ماشي مشكل، تي سيدي ويناف عليه مرحبا وطاطات، اش بينه وبين شي خوف هنا سيدي، علاش نخاف؟ يخافش وديجا راك عليه، دونك مأمن ليه، راك عليه وعاطيه، عاطيه الأموال ديالو، وعاطيه العرض ديالو، وعاطيه الشرف ديالو، وعاطيه بناته، وعاطيه مواتهم، وعاطيه لهم خوالاتهم، دونك كيقول لك أنا مأمن من هذيك الجهة، أنا ديالو، أنا العبد ديالو. العبد ما تيخافش، العبد جبان. لهذا المغاربة كونوا خوافة ولكن ما تكونوش جبناء. هي الخوف طبيعه، راه ماشي ما تكونوش خوافه، الخوف راه طبيعه في الانسان. راه الا كنتي غادي عاسيك طوموبيلتك وقعت شي كسيده قدامك ولا هادي، راه كتخاف، كتقول لي ولا داز من حداك شي حاجه خيال ولا شي حاجه كتخاف، ولكن مش لا علاقه له مع الجبن. هو النظام الهلكي بغاوكم تبقاو جبناء، بغاوكم تبقاو جبناء باش تبقى ديما عبد، ديما متبايع، ديما تركع، ديما تبوس البلغه، ديما تبوس المصائب الكحله. اش هاد الحاله؟ تحياتي الاخوان كاملين، اش من هاد الحاله هادي؟ اش من حاله هادي؟ تيعطيونا صوره على 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 الدول الغربيه، بعض الخونه اللي كيخرجوا لكم في اليوتيوب وفي الفيسبوك كيعطوكم صوره مغالطه على الأنظمة الدولية، تيقول لك راهم عندهم القمع، راهم عندهم ما مهلينش في الناس ديالهم، راه عندهم الإجرام، راه عندهم بطبيعة الحال كاين الإجرام، في أي دولة كاين الإجرام. الدول العظمى اللي مكلاسية على قمة الديمقراطية والحرية راه كاين الإجرام. الإجرام الإجرام كاين طبيعة في الإنسانية. في القرآن سورة البقرة في البداية ديال القصة ديال الإنسانية ديال البشرية، الله سبحانه وتعالى قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أش قالت لي الملائكة؟ أش قالت لي الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونسبح لك ونقدس لك.
طبيعة في الإنسانية أن الإسلام فيه الإجرام، فيه المتناقضات، فيه الجميع، فيه الخطأ الصواب، فيه الحق والباطل، فيه جميع المتناقضات الطبيعية مجموعة في الإنسان. تقدر تكذب وتقول الحق، عندك الحرية، تقدر تكون مجرم، تقدر تكون مواطن صالح، تقدر تكون متدين، تقدر ما تكون متدين، تقدر دير أي حاجة. هادو هما المتناقضات. دونك حتى هنا في الدول المتقدمة كاين الإجرام، كاينين، كاين شفار، كاين قتال، كاين كذاب، كاين نصاب، كاين، ولكن كاين قانون، وكاينة واحد الصيلة ما بين الشعب والحكومة اللي هي كتكون منتخبة، صيلة ديال الثقة، الثقة التامة، عارفين، ثيقين، ماشي ثيقين فيهم، ثيقين في القانون اللي هما اللي داروه، اللي هما دستور وقانون هما اللي فوطاو عليه، ماشي بحالنا حنا اللي تيصايبوا لنا الدستور وكيجيبوا لنا يصافونا وكيقولوا لنا دير نعم. الدستور تيق فيه الشعب، عارف الدستور ديالو اشنو فيه، عارف راسو الا مشى للمحكمه تيق في المحكمه، الا تظلم عليه شي واحد عارف متيقد مليون في المية، تيقول لك انا غادي نمشي للمحكمه، القاضي غادي يقضي لي لصالحي بلا ما ندخل، بلا ما نعيط في التليفون، بلا ما نوجد لوفولوب في جيبي، بلا والو، ما كايناش الرشوه هنايا نهائيا، ما كايناش، ما كاينش ديك القضيه ديال ولا فكره ديال سميتو ديال الرشوه، كايناش، ولا غيكذب عليا ولا راه مني كيقول لك رونديفو عندك مثلا كيصيفطوا لك رساله من المحكمه، انا تنعلي لك تجارب شخصيه، انايا تجارب شخصيه، راه مني كيقول لك رونديفو عندك في المحكمه وكيصيفط لك القاضي بسميتو سانيها القاضي فروم هذا جادج سميتو فلان فلان الى مستر مصطفى الى ميري، راه شنو عندك الرونديفو نهار فلان فلاني على الساعه الفلان فلانيه غتجي عندي، ما كيصيفطاش في الكاتب ديالو نو هو تيسنيها، وكتمشي على الساعه الفلان فلانيه بيان سور كتمشي قبل منها باش دوز السكرتاريه كتقول لهم راه عندي عندي رونديفو مع القاضي، ايفيكتيفمون كتوصل الوقيته ديالك كيقول لك سير راه دخل، ما كيدخلك حتى شي واحد ولا الشاوش ولا المخزني ولا البوليسي، ما كاين لا بوليس لا مخزني لا كاين لا الكاميرات، حل الباب كتدخل عنده السلام عليكم اسمع لك تنط لك طا 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 ايه عارف عنده الوراق عنده الدوسي اوكي الله يسهل عليك الله يعاونك، كاين عندهم تما الاجرام، ولكن اللي يجرم راه تيمشي الحبس على قدر الجريمه ديالو، هما عندهم بنادم مبلي ما كيقدرش يخدم، لان الخدمه هنا راه ماشي بحال المغرب، ما كاين الخدامين اللي هانيه تقدر تخدم ما يديروا لك والو، تخدم في خدمه خدامي عاديين ديال خدم في ريستورون ديال شي واحد عربي ولا ما عرفت منين خدم معاه بالنوار، ما كاين الخدامين اللي هما يا اللي قانونيين، وديك راه اول حاجه كيبداو معاك وكياخذوا لك الدم وياخذ لك شعره ولكن ياخذ لك التحليل ديال البول ولا لي ساليفي يدير لك على العيبه، تقول تعطيك العيبه كديرها في فمك كتعطيها في واحد القرعه، هذيك الساعه كيخرج لك الاناليز، كنت كتستعمل المخدرات ما يقبلوكش ما يخدموكش ما يخدموكش، عاود لمخك سير طلب سير عس الزنقه، كاين الخدامين اللي كاين كنتي مثلا شدوك على البوليس كنتي سكران سيك طوموبيل اسمح لي ما نخدمكش، كاينين هادو هما المشاكل اللي كاينين هنا في هاد الدولة، ولكن هما تباغين الناس يكونوا مواطنين صالحين، بغيت يكونوا عندك الفرص في الحياة ويكونوا عندك لي زوبورتينيتي وتطلع وهذا الشيء عيش نقي، ماشي بحالنا حنا عندنا ديك الدولة راه ها هو الشراب حرام، ها هما البيران كاينين في المغرب أكثر من شي دولة اللي هي كافرة ما كاينش فيها. البيران اكثر من الجوامع اكثر من القهاوي اكثر من الديور، بيران اكثر من الديور، الناس ما لاقاش فين تسكن وتقدر تلقى البار، ما عندوش سداري ما عندوش كرسي فين يجلس فيه ويقدر يلقى كرسي في البار، وتيقول لك راه وزارة الاوقاف والشراب وحنا دولة اسلامية، اه الاسلام هو يعني. المهم باش ما نخرجش على الموضوع بزاف، انا كنوصي الشباب بجميع الوسائل
حاولوا باش ما تمشيوش. راه في نظري انايا، في نظري راه تمشي للحبس وما تمشيش لهذاك العسكر، لان راه غيدخلوك غتبدا معاهم، غادي يطبقوا عليك، غادي يولي يطبق عليك قانون العدل العسكري. وقانون العدل العسكري ما عنده حتى شي صله بحق الانسان، راه يحكموا عليك باش ما بغاو. لان مني كتولي في القضيه في القانون العدل العسكري، كتولي واحد كتدخل لواحد لواحد الاطار ديال الدفاع عن الوطن، دونك حقوق الانسان ما بحال بحال باش كنا خدامين كيدخلك قبطان ولا كوماندار ديال العسكر ديال الجدارميه ولا كولونيل ولا ديال العسكر، كيدخلك الحبس بفمه 8 ايام 15 يوم 20 يوم 30 يوم 40 يوم بفمه بفمه، تيقول لك سير الحبس، كيديوك كيسدوا عليك. سلب الحريه، وسلب الحريه في القانون الدولي ماشي عارف القانون الهلاكي، سلب الحريه راكي راه راه راكي كيخضع لواحد المسطره اللي هي مسطره قانونيه باش تسلب لواحد الحريه، غير لاريستاسيون، غير توقيف لا غارد افي سميتها الحراسه النظريه. عبيت شرطه قضائيه كي مثلا كي اونكيتي في شي اون افير جوديسيير ولا هادي، شد شي واحد متهم كيتصل بالنيابه وهادي كيقول لها ودي وضعوا تحت الحراسه النظريه، كاين امر من النيابه العامه، ولكن كيكون عنده واحد المحضر، راه ديجا هذاك المجرم ولا المخالف ولا هذا راه دار علاش. وكاينين كاينين بزاف ديال الادله اللي كتدل على داك السيد بانه راه دار داك الشيء، دونك على داك الضوء داك المعلومات داك ضابط الشرطه القضائيه كياخذ، ماشي هو اللي كيدخل هذاك المجرم لاجيول الحراسه النظريه للمده القصوى ديالها هي 48 ساعه قابله لطلب تمديد ب 24 ساعه اخرى، كياخذ الاذن من النيابه العامه، من وكيل الهاليك ولا نائب وكيل الهاليك ولا محكمه الاستئناف اللي كيكون فيها الوكيل العام. دونك كاينه مسطره قانونيه، يعني انت مثلا ضابط الشرطه القضائيه شديتيني دخلتيني خديتي درتي المسائل ديالك، راه حتى الا غلطتي عندي بعدا واحد الادله، عندي واحد المحضر، حتى الا درتي مثلا زورتي وكذبتي على النيابه ولا اتفقتي مع النيابه ودخلتوني للحبس، يعني عندي واحد الدلائل باش ندافع على راسي، يعني نمشي للمحكمه الاستئنافيه ندعيكم ولا محكمه النقد، المهم عندي ادله. حنا في العسكر ما كاين لا ادله لا والو، كاين لا محضر لا مولي بويه، ما عجبتيش غير مثلا انت ما محسنش، قال لك علاش ما حسنتيش، قال لك بشي طريقه ما مزياناش هذاك لوفيسي، قال لك الكلب الحمار تجي ما محسنش ليا انا طلطل، قلت لي لا مثلا انا مولي طول ام كابتن ما تقولش لي الحمار، تيسد عليك يدير لك انسولونس ال سي مونتري مثلا اروغون دوفون لوفيسي، يسد عليك 8 ايام 15 يوم 20 يوم، هادي سلب لي الحريه نورمالمون. لا هادشي علاش بغيت نبين لكم بان القانون العسكري ما تي عنده حتى علاقه بحقوق الانسان ولا بالقانون الجنائي ولا شي حاجه، يديروا بك ما بغاو، يديروا بك ما بغاو، غير بحال دابا مثلا الجدارميين اللي كيشدوهم بالرجوه في الطريق كيصيفطوا لهم ذوك الكلاب، كان على راسهم واحد راه خرج كوماندار طالع حتى هو من كابران، كابران شاف سميتو بوجطيوي، راه الجدارميه عارفينو واحد الشفار واحد كافر واحد المشرك واحد الهالك واحد القريشي واحد المصيبة الكحلة. نصيحة للشباب اللي من 19، المهم الناس راه تيقراو، هذا كان في ليطا ماجور، هو تابع لك مصلحة ديال التفتيشية المفتشية ديال الدرك وهذاك الشيء. المهم المهمة ديالو هو كيجمع واحد الكلاب ديالو وكيركبوا على طوموبيلات سيفيل وكيمشيو هما سيفيل وكيبداو يتساراو في المغرب، خالصين في الديبلاسمون عندهم ليسانس ديالهم واكلين شاربين بخير وعلى خير، وكيبداو يتساراو دور على لي بريغاد جدرميه اون سكري، يعني لا ديسكريسيون ما عارفهم حتى شي واحد، كي لورد ميسيون ديالهم كتكون سكري كتسنى ما كيعرفهم حتى واحد. بيان سور كاينين الناس اللي عندهم صحابهم اللي كيعطيهم الشهريه في ليطا ماجور
ولا هو براسو كيكون مثلا عنده صحابه مزيان اللي كيعطيوه مزيان الفلوس مزيان اللي كيكونوا على راس هادو اجودانات ولا كوماندارات اللي كيكونوا على راس مصالح بريغادات ولا دي كومباني اللي فيهم الفلوس اللي كيدخلوا الفلوس مزيان بحال مثلا تقول الشاون اللي هو اصغر جدار مي كيدخل جوج المليون عشرات المليون في النهار الشاون والنواحي هادو كيعطيو الفلوس صحيحه راه كيقدر مثلا داك البوجطاوي يديروا ليه 100 مليون في الشهر ديالو كيعلمهم كيقول لهم اوكي انا راني خارج وهادي وطاطات والمهم قول الجدرميه ديالك انا راه في الوقت الفلاني فلان غادي ندوز من عندهم المهم يمثلوا شي شويه كاتهم كاع النوع ديال السيارات اللي غادي يخرجوا بها وهادي بطبيعه الحال هادوك حتى هما الا كان عندهم حتى هما اصدقاء ديالهم من حتى هما على رؤساء مصالح في قناه اخرين ولا جدرميه عاديين عندهم شي جدرمي صاحبو تيجبد الاخبار كيعيط لي كيقول لي المهم بيني وبينك والسر ما استر الله راه هذاك البوش الطيوي راه خارج هو الفرقه ديالو الكلاب ديالو راه خارجين ردوا بالكم نهار فلان كدور الاخبار كنا كنسيقوا الاخبار حتى هنايا انا براسي واحد النهار جاو ليا في الطريق ديال ما بين مراكش وسميتها ما بين بني ملال ومراكش واحد البلاصه سميتها واد العبيد اللي هي تابعه الفيلاج ديال امدحن الناس من المنطقه راه تيعرفوا راه كاين سوق السبت امدحن حتى النواحي الاقليم ديال ازيلال هذا المهم نسيت على السميات جاوني انا وقفوا عليا ولكن عشبوا فيا بعد ما قربوا لي ما والو نزلوا من الطوموبيله ديالهم جايين مكسيرين فرانا ونوضوا العجاجه خرجوا من البيبان هادي حاجه ما بيني وبينك ما قربوا لي ما والو في البلاصه هذاك اللي معاهم ما عرفتوش شكون هو قال لهم يطلعوا يطلعوا دار لهم بيدو بحال هكا قال لهم يطلعوا يطلعوا مشاو في حالهم كنت معروف انا ما غاديش يلقى عندي حتى حاجه بعدا هي 70 وما غنخليهش يقرب ليا هي 70 لان عارف القانون وثيق فيه ما تيقش في القضاء تيق في القانون عارف القانون عارف وقاريه وفاهمه ماشي بحال سميتو راه ما غاديش يقرب ليا لان مسطره التفتيش راه مسطره التفتيش عندها بوحد راه ما يمكنش يجي شي واحد تفتشو عليه هكذاك راه التفتيش راه خص يكون متلبس علاش هما واحد الوقيته الجدرميه باش تفهموا بداو واحد المسطره دوك راه اشرع المصالح ديالكم ولاو قبل ما كيجي يقلبك حتى كيصورك فيديو كيبقى يتخبى قبطان ولا كوماندار بحال اللي كان تيدير عديسه هذاك اللي طلع كوماندار مشى الفاس اللي كان في ازيلال كان كيهز دوك الكليبات ديالو وكيمشيو كيتخباو شي قانت ولا شنو هو سيفيل وكيشدو كاميرا وكيبقى يصوركم ما يقدرش يمشي لكم الا شافك شد الفلوس لان المسطره ديال التفتيش لان الجدرمي اللي كانوا تشدو هضروا وبداو كيمشيو للمحكمه وكيغوتوا هادي ما تقدرش تجي تفتشني ولو يكون عندي انا الحشيش مثلا في جيبي ولا يكون عندي فلوس ديال الشفره ولا هادي ما تقدرش قانونيا حتى نكون متلبس لان المسطره ديال التفتيش بس لانه ما كيزوروا المحضر لان في التفتيش خصني انا مثلا واقف في الطريق مثلا اختصاص ديالي انا الدراجات الناريه اختصاص ديالي في الطريق انا ما كنمشيش نقلب في الدواور على المجرمين وانا في الطريق انا ما يمكنش مثلا نوقف سياره عاديه راكبين فيها الناس راجل ومرته ولا دراري ولا هادي طاطات السلام عليكم ورقات ديال السياره راه ممنوع قانونيا وكنخل بالقانون الا قلت لهم نزلوا وبديت كنقلب لهم في طوموبيلاتهم ونقلب لهم في جيوبهم غير حكا شكيت بانهم كيكميو الحشيش اولا حكا شكيت بانهم جايبين لا كونتر بوند حيت الدوله ديال السيبر هذا وجدرميه بلي زانفورماسيون صحابهم كيقول لي عندك واحد الطوموبيل هادي وكذلك المواطنين حيت المواطن حتى هو تيخاف على تيقول لك ما عندي ما ندير بمشاكل انا جا بغي يقلبني انا ما عندي والو هو يقلبني واش كل اللي قال انا هو من يبدا يقلب فيك يجبد الطرف ديال الحشيش ويدير لك في جيبك يقول لك لقيتو عندك حيد عليه هو انت متلبس اي غتمشي للمحكمه غدير محامي وغتثبت بانك انت ما كتكميش الحشيش او لا مثلا نقولوا كاع هو حنا نمشيو بعيد كاع باغي فيك الحساب بدا جبد مثلا ميكا فيها كيلو ديال الحشيش وقال لك ديالك لقيتها في الكوفر ديالك تقدر تثبت محامي وهادي تقدر تثبت بانك انت راه ما عندك حتى صيله بهذاك الشيء وقدروا يغطيوها ويسكتوها وهادي الله يعاون الله يعاون ولكن لا راه التفتيش راه خصك تكون متلبس دونك انا عارفين اني ما يقدروش يوصلوا ليا اولا انا ضابط شرطه قضائيه ضابط الشرطه القضائيه في المغرب عنده امتياز قضائي امتياز قضائي شنو هو الامتياز القضائي هو امتياز قضائي هو ماشي امتياز هو بالعكس
عصا فوق من راسك. شنو هو الامتياز القضائي؟ الامتياز القضائي ديال ضابط الشرطه القضائيه كيما بغى يكون جدارمي ولا بوليسي خاصو تيقول لك بان اللي كيعطي التعليمات على ضابط الشرطه القضائيه في اطار القانون الجنائي الا ارتكب شي جريمه ولا شنو هو الوكيل العام او لا نائب وكيل العام اللي كيكون في محكمه الاستئناف. اما المحكمه الابتدائيه ما يقدروش يهضروا معك. هذا هو الامتياز القضائي اللي كيقولوا هذا متخصص في السلطه القضائيه دونك غادي نعطيه الكراد اللي هو لو سوبيريور باش ينظر في الحاله ديالو يكون عنده تخصص اكثر. دونك انا هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان انا ما غنخليكش تقرب ليا تفتشني ما نخليكش ما عندي والو انا واقف اعطيني شي دليل ديال تلبوز. ثالث حاجه انهم كيجيو سيفيل الدرك مصلحه ديال الدرك القانون ديالها اللي كينظمها كيقول لك بان الدراكيين كاملين كيخدموا بالبدله العسكريه. حنا ما عندناش دراكي كيخدم اون سيفيل. البوليس عندهم البوليس يقدروا يخدموا بالسيفيل لان عندهم لي زانسبكتور وهادو المصالح الاستعلامات وداك الشيء يقدر سميتو. واش بوليسي ديال لا سيركيلاسيون يقدر يوقف سيفيل ويبدا ينظم حركه المرور؟ واش جدارمي يقدر ينظم حركه؟ لا. البوليسي اللي هو في اللي كيلبس اللباس المدني هذاك عندهم قانون تينظم. حنا الدراك ما عندناش قانون كينظم بان تيخول لك بانك تلبس سيفيل. دونك خصك تجيني اونتوني جيني اونتوني بعدا باش نعرفك لان حنا عسكر خص تكون لابس اللبسه العسكريه. هما كانوا عارفين هادشي. انا كنت نوصل انا كنت كنهضر كندوي عارفين هادشي. وما يقربش ليا خا هما كيجيبوا معاهم دوك الكلاب ديال داك الجدارميه ديال التدخل السريع هذيك اللي عاودت لكم علاش على هادي تمارا اللي كيترينيو بزاف وهادي كاين بديك الغوله ما كاين لا ترينيو ما كاين لا تريني لا والو تنعرفهم انا. المهم ديك السميه ومع تيكونوا شويه طوال وهادي وغلاط شي شويه وهادي تيخلعوا بنادم ناري جيب لي الججير عارفين راسهم هادوك ما يقدروش يقربوا لي. انا فردي عندي ديما انا السميت ديما عامر انا ديما مشاري كنديرش انا قرطاس كيما دوك الجدرميه الشويخات اللي كيشدوا تيعطي ديك الخمسه القرطاسات كيشدهم كيدير لهم ميكا كحله وكيدور عليهم بلاستيك وكيديروا في عبونو تيخاف على قرطاسه توضر ليه. لا العسكري انا كنشد البلوطات كنديرهم في السميت كنديرهم في الرحى كنعمرهم كنشارجيهم وندير الفردي في الجوا ديالو في الغلاف نديرو في ليتوي ديالو موجود عسكري ده هو القانون. تبع عطيني ديك البلوطات الا باش نشارجيهم حتى نديرهم قوالب انت كاع اللهم حاجة سامعين عارفيني انا والله تنشيري فمو بالله لا غتصيفطني انا تصيفطني ب 15 عام ديال الحبس بحال الكلب ضحيه واش غنمشي انا 15 عام ديال الحبس. المهم قلت لكم هذا البوشطي هذا هو الطريقه ديالو كتجيب شي خرج اش كيدير باش كيدير خدمته كيمشي كيدير هدا يهيس على المغاربه الجدرميه هادي طاطا راه خارجه الخلعه كانت مصيبه كحله الخلعه والرعده كد وكولونيلات على رأس قيادة الجهوية كيدير ريكوش ناري لابريكاد ايتينيغونت خارجة. لابريكاد ايتينيغونت هي يعني اسمها المركز المتحرك المترقب ناري خارجين مصيبة كحلة يديو ليا شي باتروي من عندي كيبدا يعيط في التليفونات وعداكم ومصيبة كحلة وراهما هنايا راهما في قلي لأن إلا مشات لي شي باتروي من عنده يقدر غادي تجي بلام من ليطا ماجور نتايا ما نتا ما حاضيش راسك نتا هادي طا 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 طا. دونك شنو كيدير داك البوشطيوي كينوض فيهم الرعدة باش كلشي كيدخل عنده لجودانات اللي على رأس المراكز كوماندارات اللي على رأس السريات كولونيلات اللي على رأس الجهويات كلشي كيجد لونفولوب في مناداز كيصيفط ليه شي جدارمي شاوج ديالو كيتلاقى معاهم كيعطي لونفولوب كيجمع الملايين الا دورها سيمانه يقدر يجمع فيها مليار. وبيان سور باش يدير خدمته اش كيدير؟ كيمشي لشي مركز. انا ما عمرني 24 عام في السربيس ما عمرني ما شفت هذيك لابريكاد ايتينيرون تدات شي جدرميه من الشوان ولا داتهم من
من شي بريغاد اللي معروفه ديال الشمال واللي كتدخل الملايين ديما كيقول لك حق داو شي باتروي من واتزم داو الباتروي دي من ستات داو باتروي ديال الجدرميه من نواحي قنيطره نواحي اكادير. المهم ضروري جمع الحبه جمع الخنشه ديال الفلوس عمر الكوفر مزيان بالزرق الاف خصو يدير خدمته. اش غادي يدير؟ هما عارفين ماشي غادي يخدم يدير خدمته على قبل الفوقانيين ديالو خصو خصو يدير خدمته باش يكون داك الشيء نمثلوا على بعضياتنا شي شويه. كيمشي لشي بريغاد بحال هكذا شي فيلاج في الخلوانيه كيلقى شي جدرميه مدسمين عنده الشفنج في جيبو داير اتاي في القرعه ومسخ مقفض بحالته حاله ما محسنش ومسخ عطيها تيخشي يدو في الكاميوات هادي يجمع في الافرانكات. كاين اللي كيوقف على الكاميو كيحاشا كيتنخم عليه تور كتلقاه الخنونه ديال التور لاصق عليه في التوني هنايا صباطو كتلقاه عافط على شي كاكا ديال شي بقره ولا شي حاجه عرقانين هادي كيدير عا بطبيعة الحال تا هو تيقول لك واش شوف هاد المسخين هادو هادي تيعطي تبريرات لراسو هادي كذا المسائل شو عندهم تيشدوهم بالفلوس عندهم الافرانكات والربعمياوات وهادي قلبوهم كيلقاو شي ميكا عامره بالالف فرانكات والربعمياوات بطبيعة الحال هذا دليل ديال الرشوة ديال تعاطي الرشوة. خير الرشوة قانونيا الرشوة كيعرفها القانون هي راشي ومرتشي ما يمكن ليش انا نشد واحد المرتشي بوحدو علاش هما مؤخرا كانوا ولاو كيديروا شنو كيبقاو عساسين واخا عارفينك عندك الفلوس كيبقاو عساسين عليك حتى كتبغي تشد خاصهم يشدوك بحال كينزلوا عليك بحال الصقر خاصو يشدوك. مثلا انت شديتي من عند شي فور ديال كاميو ولا شي ديال ستافيت ولا بيكوب شديتي من عنده شي 1000 فرانك ولا 400 ريال خاصهم يشدوكم بجوج باش يديروا الراشي والمرتشي. لان في القانون الجنائي جرحه الرشوه شنو هي عندها اركان عند الركن القانوني اللي هو النيه الاجراميه وخصو يكونوا جوج اشخاص خاص المواطن ولا هذاك السائق ولا هذاك المجرم خاص يكون عنده نيه اجراميه باش يعطيك فلوس باش انك تغمض عينك على شي مخالفه او لا دير شي دير انت الموظف ديال القانون دير شي عمل اللي هو مخالف للقانون. وخاص موظف ديال الدوله اللي هو جدرمي ولا البوليسي تاهو تكون عنده النيه الاجراميه انه باغي يقبض ديك الفلوس باش يميك عليك على مخالفه ولا على جريمه ولا يزور لك محضر وداك الشيء. والركن المادي اللي هو الفلوس وخصهم يشدوكم بجوج ويديكم الحبس بجوج خص يكون الراشي والمرتشي ما كاينش الراشي بوحدو والمرتشي بوحدو. بعض الحالات كانوا كيديروها كيشدوهم بجوج ولكن كيلقاو صعوبات لان ديما الطرف العسكري اللي هو الجدرمي هذاك ساهل تيحكموا عليه مع الدول من يقول واك واك الحق. الطرف المدني كينكر لان كما شرح لكم القاضي قنديل قبل لان المحضر ديال الضابطه القضائيه اللي هو ديال الشرطه ولا الجدرميه هو غير محضر استئناس الا لا كان دام الا الضابطه القضائيه جابت ادله دامغه ادله ماديه دامغه ديك الساعه كيكون النيابه العامه والقضاء وداك الشيء مرغم بانه باش ياخذ بعين الاعتبار دوك الادله. اما مثلا ضابط الشرطه القضائيه مشى حكى حيت في المحضر قال كنا واقفين هادي شدينا هذا شد من عند هذا الفلوس هادي طاطا طاطا ولكن ما كايناش ادله ماديه واخا انا ضابط الشرطه القضائيه محلف وهذا وطاطا هو محلف فاش محلف عرف المخالفات ما يمكنش. دابا انا جدارمي وقفتك في الطريق قلت لك حركتي ستوب حركتي ستوب راه حركتي ستوب واخا نكذب عليك الا اذا اتيت مثلا جبتي شي حاجه اللي تثبت العكس. مثلا انا مثلا بغيت نتعدى عليك بان حركتي ستوب وهو ما كاين لا ستوب لا والو جبتي للمحكمه بان راه ما كاينش ستوب اصلا هذاك ولا ماشي ستوب مثلا او لا كاميرا كاينه تما في ديك البلاصه قال لك حركتي الضوء الاحمر ولا ما وقفتيش ستوب واش قلتي لهم سيروا شوفوا الكاميرا ولقاوك بان هذيك يثبت العكس. اما هو الا ما كان حتى شي ادله راه الا قال لك حركتي ستوب راه وقفك ما دايرش الصمته واخا تدير الصمته بغى يكذب عليك ما كاينش اللي غايقول لك لا لانه ضابط شرطه قضائيه محلف. اما في الجناح والجنايات لا هو محضر استئناسي داك الشيء علاش كيكون علاش كيكون محضر استماع عند النيابه العامه في المخالفات ما كاينش محضر استماع. اما في الجناح والجنايات كيكون محضر استماع
ضابط الشرطه القضائيه ملي كيدير لك محضر ديال الرشوه ولا ديال الهادي ولا ديال شي لعبه ولا شفره ولا سرقه ولا شكايه ولا شي لعيبه، كيدير لك كيدير المحضر وكيدي مثلا داك الجاني ويدي يعني المجرم المتهم وكيمشي معاه حتى الطرف الاخر المدني وكيمشيو عند الوكيل الملك ولا وكيل نائب وكيل الهالك وكيدير لهم محضر استماع كيعاود معاهم اونكيتي معاهم. هذيك المعلومات اللي كيتسموا غير معلومات قضائيه، المحضر ديال الضابط القضائي كيتسمى معلومات قضائيه. معلومات يقدر ياخذ بها القاضي لقاها معقوله كيستانس بها كيعاون بها لونكيت ديالو بحال هو كان بحال هو كان حاضر معاك، بحال كان حاضر معاك في الواقع، لان الدركي ولا ضابط الشرطه ديال البوليس في المحضر ديالو اش تيقول كيدير الوقائع شنو واقع في المحضر، اشنو كاين واشنو كاين واشنو كاين واشنو كاين، وكيلتزم كيمضي لانه الا كذب غادي يمشي للحبس. لهذا هذيك الرشوه راه غير قانونيه اللي كيديروا للناس، راه ماشي هي راه غير قانونيه، لان الا ما شديتيش الراشي والمرتشي غير هما منين كيشدوهم، لان انت دابا مثلا جدارمي في الطريق خدام في الطريق، كاين مثلا اللي كيجيو مثلا في بلايص اللي كيكونوا جدارمي اللي كيخدامين كيشدوا الفلوس صحيحه لون فولون، كاميو ديال الحشيش كيعطيه مليون ديال لاستيك مثلا ولا جوج مليون لاستيك، ولا مثلا كونتروبوندي ديال هادي كيعطيه مثلا 2000 درهم الزرقات مجموعه هادي طاطات تيشدو، بيقدر الا مثلا لقاو عنده مثلا ديك المليون يقدر ينكر يقول هادو فلوسي هادو وعلاش جيبو معاك، تيقول لي نسيتهم راك تبغي نخلص شي حاجه وهادي طاطات هزيتهم معايا ونسيتهم في جيبي، يديو كاع المحكمة وهادي طاطاط يقدر تليفونات وتداور طاطاط تخرج براءة عادي يمكن الناس اش كيديروا اللي يقدروا مثلا يحيدوا ما تيبقاش جدارمي ديال الطريق كيدخلوا الإدارة ولا يدخلوا شي قشلة ولا هادي كيصوروا منه والو، مي باش يلقاو عندك ميكا ديال 1000 فرانكات بحال هذا. أول ما بديت في ديك مراكش كنا كنخرجوا للوداية سوق الوداية، الناس ديال مراكش راه عارفينو، كان داك الباراج ديال الجدارمية 2 ديال الوداية يمكن 2 ما كيخرجوا بالحد بالليل حتى 2 في الصباح، ملي كيخرجوا تما لا سيركيلاسيون في المسيرة جوج، شوف الولاية باش بعيدة على مراكش راه بعيدة بشي 15 كيلومتر، وفي المسيرة جوج وسط مراكش المدينة كتبلوكا لا سيركيلاسيون، الناس عارفين هذاك الاثنين في الصباح عارفين يعني الجدارمية ديال الدراجات النارية ديال مراكش راه خارجين للسوق ديال الولاية، كتبلوكا لا سيركيلاسيون على 15 كيلومتر ثلاثة الاتجاهات. شتي خنشه ميكا كحله ديك الكبيره ديال الحشك ديال الزبل كتعرى مر ب 1000 فرانكات و 400 وات، ثلاثه المليون ربعه المليون ديال 1000 فرانكات و 400 وات. دونك ملي غتجيك مثلا دوريه ديال التفتيش وغتلقى عندك ميكا ديال 1000 فرانكات و 400 وات ما عندكش باش تدافع على راسك، هي ماشي رشوه، لان النص القانوني اللي كينص على الرشوه خص راشي ومرتاجي بطبيعه الحال هما ما غاديش يشدوا مثلا مليون شحال فيه من 1000 فرانك فيه 10000 درهم فيه 1000 فرانك، هما اللي بغاو يثبتوا الرشوه ديال ديك 1000 شقفه ديال 1000 فرانك خصهم يجيبوا 1000 واحد عطى ديك 1000 فرانك، هما ما شدوا حتى شي واحد، شدوك بديك الخنشه ديال الفلوس اللي فيها مثلا 2000 و 3000 بياسه ديال 10 دراهم، ماشي رجوه وانما تيقول لك هذا واش كنتي كتسعى راه يعني غيحكموا عليك تا لا خرجي براءه في المحكمه ما يلقاوش باش يحكموا عليك، ما كاينش شي نص قانوني اللي كاينش نص قانون كيعاقب، عندي ميكا لقاو عندي ميكا جاو دوك التفتيشيه دوك الكلاب لقاو عندي خنشه ديال الميكا فيها 3000 بياسه ديال 1000 فرانك 3 المليون، ما جابوا معايا حتى شي واحد اللي عطاني هاد الفلوس، تخرج براءه لا تيعطوك شهر سورسي ولا شي حاجه، ولكن الجدارميه كيديروا لك يقدروا يعاقبوك يديروا لك ريزيلياسيون دو كونطرا لان القانون العسكري ديالهم القانون الداخلي، لان انت ساني على كونطرا ديال من 4 سنين 4 سنين بان لومبلويور ديالك يقدر يخرجك في اي لحظه، وكذلك انت اليسيو ديال دوك لو كونطرا تقدر تخرج ما تسنيش لو كونطرا بالتعاقد العسكري. الله يمسخك كتكذب بزاف مولاه، الا كنت كنكذب الله يمسخني ترجل انت ودير شي فيديو بالادله بالهضره وقول لنا سيدي
حلم بزاف يكوني ان شيف دو بوليس او دي بوليسي افيك لو نو دو فامي هو ري كازا. لا خويا البوليس ما كنعرفوش البوليس بزاف باش تعرفو، ما كانش عندي شي علاقه مع البوليس. البوليس ابو لندا، ابو لندا ابو لندا راه معروف، راه فاش وقعت ديك لافير اللي عاودت لكم الاخرانيه ديال داك الكولونيل العسري اللي كان في قائد الجهوي ديال قلميم، فاش شدوه ضربوه بربع سنين، راه من وراها راه بزاف ديال لي كولونيل اللي كانوا شاد ديال لي ريجيون اقاليم ديال المغرب اللي شدوهم اش داروا ليهم، دخلوهم كاين اللي دخلوه من مابقاش يحكم على اقليم، دخلوه لشي قشله ولا هادي، كاين اللي خرج كاين اللي دار لا روتريت ديالو. كاين المهم هاد بولندا على اللي سمعت قالك لقاو عنده لو كونت بونكار ديالو لو كونت كورون على ما يزيد 40 مليار ديال السنتيم. هادي بلا ما نذكروا الاملاك الاملاك الخاصه ديالو. بولندا حوتاله ما تيعرفش يهضر صاحبي، هذاك حوتاله هذاك، هذاك هو سارح، شتي سارح احسن مع احتراماتي سارح، راه سارح ماشي معيوره، حيت حنا بقات عندنا ديك الارغو ديالنا ديال الدارجه المغربيه تنقولوا سارح احسن منه، ما سارح راه حر، راه الرسول صلى الله عليه وسلم كان راعي الغنم، راه موسى كان راعي الغنم، ماشي معيوره، انا بقات بديك التسميح احمر احمر مسخ مزبال. هذاك خلى مرتو شريفه الله يعمر ليها الدار، بنت عائله، مرتو بنت عائله، وهذه تاتا طبخه، هو ولد عائله مسخه حيت مرضات ليه. هادي اول مكان هو كان ادجوان ديال كومون ريجيون ديال الوسفاني واحد السكيري في مراكش، نهار عطاوه كولونيل قائد جهوي ديال بوعرفه، من كولونيل قائد الجهوي راه تيحكم، راه تيحكم على الطرف ديال المغرب، راه عنده الميزانيات دخلت الفلوس، اش غيدير اول زبله غيديرها حيت مرتو مرضات مسكينه شويه، تجوج اش غيتجوج يلاه. دابا تخيل دابا بني انت مسؤول كبير زعما، سيبوزي راك قاري شي شويه وعندك كراد ومسؤول على اقليم قداش كبير ديال الطراك، وهادي حتاله الغكاي ديال البشر هادي كبرت ولي معاه دابا نيت لي ولد مع الولاد، كنت خدام في تيلي بوتيك باش تعرف بان تمشي تيلي بوتيك، راه ماشي تنعير الدريات اللي خلامين تيلي بوتيك، كاين الدريات الشريفات اللي خدامه على راسها واخا كتشد 4000 ريال في السيمانه ولا 2000 ريال في السيمانه، ولكن هادي شنو هو كانت مصاحبه مع الجدرميه، دوك الجدرميه كيخرجوا للطراك كيجيبوا 400 وات، هادي كي تيبانوا شويه يعني. عنده طوموبيل باينه، الجدرمي عنده طوموبيل راه خدام في البريكاد، يعني في البريكاد راه معروف عادي تيجيب راه يخرج للسوق يجيب 1000 درهم. واخا تكون دابا هادي تنهضر لكم على لي بريكاد العيانين، دابا بريكاد في دوك في لي جات صغيور اللي السوق ديالهم كيكون فيه حاجاكم على الحمير على الكرارس، تيبرموا على الكرارس والحمير 1000 فرانك 400 ريال، الكاميوات اللي كيهزوا البلايص، وهادي كاين لا كونتربوند لا حشيش لا والو، كاين دوك الا كان شي بزينيس صغيور تيبرموا، المهم هذا هو المستوى ديالهم، كيخرج السوق يجيب 1000 فرانك 1000 درهم هذا وصاحبه، الطريق العاديه كيخرجوا كيجيبوا 1600 2000 ريال 4000 ريال، وحاضين الا بان شي همزه يضربوا شوقروا شي واحد يبيع شي بقره، مسكين شي واحد جاي مظلوم باغي يشكي تيشوقروا يبيع شي بقره ولا شي حاجه. المهم صاحبه معاهم هذيك مسكينه من بنت النواحي ديال ميدلت، تحياتي للناس الشرفاء ديال المنطقه، هذه حتى هي كانت عاهره كانت مع الجدرميه، معروف هادشي في المغرب راه معروفين الدريات اللي بنات المغرب اللي دوك الفقراء ودوك المناطق، كيما من غادي معلم مسكين مقتول ما يلاه مكونسونطري هو مسكينه مع الجميله لان ما عنده والو، جدرمي خدام في الاداره ما عندوش صباط عنده كيتقوب من السميده من تحت يدخل ليه الحجر، الجدرمي ديال البريكاد كتلقاه واخا يكون داك المستوى ديال البريم ناقص كتلقى عنده اير 19 كتلقى عنده شي اونو كتلقى عنده طويني بيل، المهم كيجلس في القهوه كيجبد باكيت مالبورو، ما الجدرمي ديال الاداره ما يقدرش يجلس في القهوه، هو في راس الشهر كتلقى ما عنده سيريال مصاحبه معاهم، ما عاد قال لي شي برقا قال لي راه واحد الدريه زوينه هي اللي غيتزوج بها، حيت راه معروفين هما تي دابا هو ملي كيولي كولونيل على راس التراك خصو يمص بنادم الدم ديالو وخرج تشفر وجيب ليا وهادي، وكيولي كي داك الحس الامتلاكي دونك خصو يمتلكك،
كاين اللي تزوج طلق راه جدارمي من مرته وتزوج بها، راه خلينا ما بغاش ندور نجبدوا ديك الاسرار الداخليه ديال العائلات. كاين اللي كيدي مرته قبطان ولا كوماندار كتمشي مرته كونجي، حتى ما مراته معاك كتاخذ داك العذر ديال تحت عسكري ما كتشد الكونجي، كتوصل العطله ديال الدراري كتقول لي بغيت نخرج نمشي في حالي نمشي عند والديا نشوفهم، كتستغل ديك الفرصه هي كتمشي، حتى هو فرحان تيقول لها خصك تمشي. كاين جدارمي ولا اجودان ولا شنو هو كيقول لي ودابا مكبيتان بقيتي عا بوحدك في الدار، راه المدام قالت لي نبقى نجي مره مره نجمع لك الدار ونطيب لك الماكله ديال يومين ثلاث ايام وهادي طاطا، تيقول لي سير جيبها ماشي مشكل. اقسم لكم بالله العلي العظيم مستوى حوتالا بزبال وشخ، انا اقسم بالله بعض المرات كنبدا نشوف راسي في المرايه وكندندفل على وجهي تنقول انا كيفاش بقيت ديك 24 عام، كيفاش بقيت داك الدبان داك المصيبه اللي كان على ديك البركاسه 24 عام ما فهمتش انا راسي، واش كانوا ساحرين لينا ما عرفتش. اقسم لكم بالله الى بعض المرات اللي كنشوف كنفيق الصباح بكري وكنبقى نشوف راسي في المرايه واخا بوكوز انا ميتو تيعجبني راسي داك كنبقى ندفل تفو الله ينال دي امك يا المسخ يا الحمار 24 عام اصاحبي في البركاسه حاكم الله راسي بالاعدام مال وسخ توليت ممسخ بحالو. كنفهمهاش انا واش نقول واش انا كنت تنويم مغناطيسي ولكن ما مضروب بشي فردي خاوي مضروب بشي طارو ديال الزبل ما عارفش وبزاف اصاحبي وما مع العلم انا كنت تائر انا ماشي كنت تائر انا معروف تما انا صحابي كانوا كيهضروا معايا تيقول لي تاب وتاب الرضا صاحبي دابا ومازال فاش كنتي في القشله وكنتي في الاداره مازال الدنيا هانيه ماشي مدابا انت يا راك وليتي حيت دابا حنا راه جدارميه ملي كتولي جدارمي ديال الطريق ولا سيرتو موطاغ جدارميه راه موطاغ راه فاش عرفوها المواطنين موطار وسط المجتمع الدراكي راه خلي دابا المواطنين المواطنين راه الشرفه والحرار راه ما كيعترفوا تكون انت جينيرال عاود المخك انا كنهضر لكم انا ماشي كنفوحي انا كنهضر لكم في المجتمع الحوتالي راه شنو هي موطار وتضبط ديالهم راه كيدير لك علاه راه كيقول لك انت لا كريم دو لا جوندارميري الموطار نخوه وعادي بام دوبل في وكله فلوس الموطار راه كيخرج للطريق راه كيهز يدو الشانطي كيترعد كي عارفين الموطار كيخرج الطرق الرئيسيه هادي عارفينو كيدخل لا ما غيدخلش غيدخل 3000 4000 5000 درهم في 6 سوايع عاد باش الهمازي عاد باش الكونتربون عاد باش الحشيش عاد باش المصائب الكحله كولونيل كيهضر معاك بالتليفون ديالك القائد الجوي اللي كيحزق ليا البشري جدارميه ديال الاداره ولا كاع دوك البريكاد العيانين ولا شنو راه كيديروا لي كوش منه وي لي الكولونيل دايز يجي الكولونيل ولا يجي الكولونيل ماجور شنو كتلقاك واقف هذاك اللي باش عارف عنده ما يدير كدير ليه الخضره كدير ليه اللحم كدير ليه الفلوس الشهريه كتجمع ليه الشهريه راه بريكاد ديال الدار ديال الدراجات الناريه راه العيانه كتعطيه 3 المليون للشهر كرا الكرا بحال كاري لك ديك المحال هادي اللي جيكس خلي السخاري خلي ايوا هو كولونيل بولاند راه كانت في الخميسات راه كتعدو واحد 30 بريكاد ولا درنا اليوم على موين ديال مليون في الشهر 30 مليون هذيك فيكس وعاده باش لي موطار حيت لي موطار كيدخلوا فلوس بزاف وشي حاجه ديما لان هادوك معروفين ديما في الطريق ماشي بحال الليبريات الاخرين وكيعطيو الفلوس ديالو في الوقت ما تعطلوش عليه تا لا دوب بغى شي نهار يدوبل ماشي مشكل يقول لي راه هاد الشهر بغيت ندوبل دوبلو لي عادي المهم ميك علينا ما يهضرش معانا ويعلمنا ولكن شي حاجه عندو صحابو في الاطار دوك الجنرالات تا هو كيدي لهم الكفه تا هو يدي لهم لوفولوب يعلموه. والشباب راه دخلوا لهاد التجنيد راه غتولي عندكم هاد العقليه اقسم لكم بالله غتولي عندكم هاد العقليه هادي بحال هاد العقليه غتولي عندكم وغتوليو جبناء وغتوليو مسخين وغتوليو دي غاكاي وغادي ما تبقاوش تعقلوا على 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 المواطنين اللي هما خوتكم وغيعطيكم الزروطه ويخلعوكم بلاك القانون هذا العسكري ديالهم قلنا لهم مهمتي وغتولي تقول وشنو غادي يوليو يقولوا تجيكم من الاخر غيدخلوا دابا هاد 10000
ما يعجبوش الحال وهادي طاطا طيب كيقولوا بيناتهم واخويا اش بيني وبين الصداع كان عندنا عام وندوز هذا العام نسلك ونخرج عالي وبخير وعلى خير وما ولكن شنو اللي باغيين هما ولكن هما باغي هما الديمومه لان غتجي لك 10000 غدوز عام غتبقى تقول واه ندوز العام اخويا ما قد ما قاد لا محكمه عسكريه لا قانون عسكري لا الضباط ديالهم غيخلعوني غيدخلوني الحبس يدلو لي يفعل واخويا ندوز العام ديالي بخير وعلى خير ونخرج غيجوا ال 10000 اخرين حتى هما غيقولوا نفس الهضره يسالي وجوا ال 10000 اخرين يكملوا كاع المغاربه يعاودوا ال 10000 الاولى وبقيتو هادو يكونوا دوك لي زيسكادرون دوك الفيالق ديال المضاد للشغب وهذا وهي راه ما كاين لا مناضله شغبيه لقمع الاصوات الحره لقمع المنادات بالحريه لقمع الناس اللي لنا هما دابا شافوا المغاربه ولاو كيقولوا حنا راه ما كاين لا حريه المولي حنا اسقاط النظام الهلاكي الفاسد الشفر الكبير العاهر الشاد اللي عقد به جميع الدول ديمقراطيه بطبيعه الحال حتى السعوديه والامارات دفلوا عليه ما قلوش عليه تا وسخ اي دونك شنو قالت لي قالت لي ماما فرنسا فرنسا بيان سور البلاد زوينه اغول فروميو بلادنا زوينه اغول فروميو هذا الشعب خايب لا خويا بلادنا زوينه والشعب زوين النظام الهلاكي اللي خايب النظام الهلاكي اللي جاتم على اللي كيغير اللي كيظلم اللي كيخلع اللي كيرهب الناس انا عذر انا الناس لان مساكن هو راه مقهورين راه ما تيقدرش يقول لك اخويا ما بيني راه يديوني غير يتكرسوا عليا يدخلوني للحبس ما نعذرهم انا بطبيعه الحال نعذرهم انسان راه تعذرو راه بطبيعه الحال انا راه ساهل راه ساهل يغبروك يدخلوك عاوتاني لذاك 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 الديمومه ذاك الدوامه ديال الحبس داك الحبس تا هو داك المعتقلات السياسيه اللي عندهم هذوك الحباسات عاوتاني هذوك تا هما كوارث طبيعيه تا هو داك العالم ديال الحبس راه مصيبه كحلاه الدعاره والفساد واللوطيه والبيع والشراء ديال الحشيش انت تتصل بهم درجة ان مدير عام ديال الحبس المدير ديال الحبس كيجيب واحد من عائلته ولا خوه وكيقول لي سير دير شي جريمه في الزنقه باش تشدو يدخلوا للحبس باش يعطيه باش يبقى يدخل ليه السلعه ديال الحشيش باش يبيع ويشري يبيع والفانيد وهداك الشيء باش يشري يبيع ويشري تمايا في الحبس طريفه ديال 30 درهم ولا 40 درهم كتوصل 100 درهم 4000 ريال اقسم لكم بالله الا سيدي هذا الشيء بالله ما غيديرهاش مع شي واحد ما يثقش فيه لا ما كيجيب شي واحد ولد عائلته تيق به ولا نسيبه ولا خو ولا هادي تقول لي سير دير ديجا هو متصل بالوكيل وهادي والبوليس تيقول لهم قدوا ليه الطريبه يجي يضرب واحد 6 شهور كيدخل 6 شهور كي 6 شهور هذيك راه كيبيع فيها الخير والبركه حبس هذاك ولا كانت فيه شي 10000 واحد شوف لو ريتم ديال لا كونسوماسيون ديال الحشيش وديال الفانيد الناس مساكن كيدخلوا تما راه باش يدوز مثلا ديك المده الحبسيه ديالو راه خصو يتبوق راه بطبيعه الحال عائلته راه كيخافوا لا ينتحر ولا ديال هادي تيبقاو يجيبوا ليه الفلوس تيقول لي المهم عقدي سلك دوز هاد العامين ولا ثلاث سنين ديال الحبس ولا ربع سنين ما عندنا ما نديرو لا اله الا الله غالب عطانا الله هاد فرعون عطانا الله الفرعون واش غيقول لك ما تقولي لي الله تيقول لك سلك وصافي ولكن السلك راه ما بقاش تبقى تسلك تتولي كرياج راه الشعوب الحرة راه الشعب الأمريكي الحر راه حرر راسو بالقوة راه ما حررش راسو بالتعاطف راه ما كان لا فيسبوك لا مولي بي الثورة الفرنسية راه معروفة راه حرروا راسهم من الملوك تا هما الثورة الروسية راه الثورات ديال الشعوب الحرة راه حرروا راسهم راه إرادة فولونتي راه تعرف وجه الظلم تعرف وجه العبودية راه تيعتبرونا عبيدة عباد الله اقسم لك بالله العبيد بداك العبيد داك المفهوم
الايتيمولوجي ولا ما عرف شنو الديني ولا ما عرف شنو هو داك العبيد العبيد عبد عبد انت خصك تعبدني انت ماشي في المستوى ديالي اي راه انا بشر بحالي بحالك ولكن انا بشر من واحد المستوى عالي عليك راه ما خصكش راه ما يمكنش كيفاش تكون بحالي لهذا المغاربه الله يرحم الوالدين باين لي انت غير نصاب وا اللي بان لك اخويا الا كنت نصاب راني نصاب اش غادي نقول لك الا كنت نصاب راني نصاب كنت كنقول الحق راني كنقول الحق جوج حقيقات شو نصاب نصبت عليك شي حاجه قد ياتي يوما نتحرر 40 مليون من العبيد قد ياتي يوما و قد ياتي يوما قد هي تفيد الاحتمال في اللغه العربيه قد قدر وقع وقدر ما يوقعش لان لهذا الانسان خصو يستعمل الحروف العربيه سي مصطفى قول لنا شي حاجه على اللورد ابي اخويا ما تنعرفوش انا شفت شي فيديوهات غير مرور الكرام ولكن ما عرفتش ما بزاف ما تشوف راه اليوتيوب هادي راه الملايين وحنا مشغولين في هاد البلاد هادي راه ما عندكش الوقت بزاف راه اقسم لكم بالله الى هاد الساعه دابا هادي اللي تشرفت انني نخرج نهضر معاكم ونتكلم معاكم ونستقبل السربوتي سربوتي ومع عائله كبار بزاف هما النواحي ديال الواتزام فيهم الناس المزيانين فيهم عائله الله يعمر لهم الدار كان عندهم واحد الجنرال كان جينيرال السربوت راه لو فامو جينيرال السربوت اللي كان انسبكتور ديال الدرك انا ما حضرتش ليه باش نحكم عليه ولا نقول عليه شي حاجه خيبه ولا نقول زوينه انا فاش دخلت انا للجدارميه الجينيرال السربوت ديك الساعه كان هو كولونيل ماجور طلع جينيرال راجل كبير ديك الساعه قرب التقاعد ديالو ما وانا ديك الساعه كنت عقشلاوي عارف والو انا عقشلاوي انا جيت تخرج من ليكول من المدرسه ديال الدرك ديال بنقرير جابوني للقصر كيعزلوا دوك الجدرميه الطوال متر 80 متر هذا الواجهه ديال الجدرميه توجيهها باش هذه لبستونا دوك اللباسات كما قلت لكم مضيقين وهذه كنعرف عليه والو كنعرف عليه نعرف عليه اللي غنعرف عليه المعلومات العاديه اللي غنقول لكم هو ماشي انا كندافع عليه ولا ما ندافعش عليه ما نقدرش نقول على شي واحد شي حاجه ما عرفش عليه راه لاحظتوها راه كنجبد الاسماء اللي خدمت معاهم ولا اللي ما خدمتش معاهم اللي كان خدمت في واحد المنطقه اللي قريب ليهم ولا خدمت في الامازون كنعرف عليهم شي حاجه اللي متاكد فيها مليون في المية اما باش مثلا جبت شي واحد راه ولي لا عمر هذا راه كنقول الله عمر له الدار راه جبت بزاف الاسماء اللي ما كانش عندي بيناتهم اتصالات وكان كاين اسماء اللي اتصلت اللي خدمت تحت الامره ديالهم العسكريه بيان سور وشاد بانه الناس كانوا مزيانين راه ماشي كلشي خايب اما بعض التعليقات كي شي مواطنين ومواطنات يقول لك لا راه كاينين الشرفاء كاينين الشرفاء بطبيعه الحال راه كاينين دراكيين اللي جدرميه شافات اجودانات اصحابي اصدقاء و بقى اتصال ديالي معاهم حتى خرجت وهادي وتقطع اتصالات معاهم ولكن باقي زعما كنعتبرهم اصدقاء وشرفاء وناس مزيانين وكاين فيهم اللي خدامين في ادارات كاين اللي خدامين في الطريق كاين اللي خدامين في مراكز كاين اللي دراجات ناريه ناس مزيانين شرفاء ما كرهوش حتى هما الدوله تبدل القضاء يتبدل الهلكيه تحيد ما كرهوش حتى هما ويخدموا بشرف وداك الشيء وكاينين ضباط حتى هما الله يعمر ليهم الدار ماشي شفاره قانعين دراوش اش قلت لكم شحال مره اش قلت لكم انايا دابا راه كلون الماجور الاعتيريس كنعرفوا انا فاش يضل دخلت الجدرميه كان كابيتان من واحد الخميسات دابا راه في القياده ديال الدارك في الرباط راجل مزيان الله يعمر ليه الدار متواضع ماشي شفار ماشي ما عندوش اطماع نهبيه ولا اطماع بيان سور راه ستان كورونا الماجور عسكري جدارمي بيان سور راه ما غيكون حتى هو تحت الاماره ديال الرؤساء وهادي ولكن المهم لو بوست المسؤوليه اللي عاطينو ما كيظلمش الناس لان راه خدمت انا في الاداره ديال الدارك وكنت تحت الاماره ديالو راجل مزيان وكان اخر واحد غيستقبلني باش غادي يوافق علي على الطلب ديال التقاعد ديالي هو الكولونيل ماجور العتيريس مراد العتيريس والعائله عائله نقيه عائله قاريه عنده خوه طبيب عنده خوه كولونيل عسكري عنده هادي
يعني ماشي هو عطيه، وكان قائد جهويه ديال تطوان مده طويله ديال 10 سنين، لانه هو يدير فيها لي ملياغ ومعروف عليه تمايا بانه وقعت ليه. والدليل انه وقعت ليه واحد المشكله، كان بغيو يدخلوه للحبس، ولكن ابخي اونكات وهذه ما لقاو بانه ما عنده حتى شي علاقه بهذاك الشيء، ما كان عنده لا صحاب لا والو بزنازه ولا طبيعه الحال. هو ما غاديش يفا اوبيري باش يحارب تبزنيز، لانه ذاك راه عرف تبزنيز الحشيش وكل شيء راه ديال الهاليك، وما غاديش يتضارب مع الهاليك بوحدو. ولكن كيبقى راجل مزيان، لان بحال هذاك مثلا هذاك الشخص انا نظنو مليون في المية لو كان مثلا كان نظام مغربي حر جمهوري فيدرالي ولا هلكي كاع بحال بريطانيا ولا هذا، وكان قانون ديال الدولة الشعب تيحكم نفسه، غيكون هذاك الراجل واخا تعطاه مسؤولية اكبر مسؤولية في الدارك ولا في العسكر بطبيعة الحال غيكون شريف، لانه اصلا شريف حر شريف من الاصل غيبقى شريف، فهمتوني؟ هادو بحال هاد الاسماء كاينين بزاف، ماشي غير هو، كاين بزاف د الاسماء لا داعي للذكر ديالها. انا بغيت انا ما جبتش سميت واحد، جبت شحال هادي وجبتها باش نهضر معاكم باش نعطيكم، ولكن هما كاين اسماء ضباط سامون جدرميه شافات بزاف كاينين الشرفاء. اش نقول لكم؟ انا كلشي من الطرف لا ما كاينش، وكاينين المقطعين المجرمين من جدارمي حتى الجنرال مقطعين، ما يعقلش عليك والله، ما يعقل عليك بالله، وخيق يدبحك. الضره ديال الانسانيه ولا ديال الانسانيه ما كايناش، ولا ديال الرحمه، ولا واخا الرحمه هي صفه الهيه ماشي صفه بشريه، غير زعما تراحموا كايناش. الدم ديالك الا كان يتباع يمصوا لك ويبيعوا لك، كاينين في العسكر حتى هما، هما كاينين الناس المزيانين من دوزيام كلاس كابورال سارجان شيف اجودان فسيان قبطان كوماندار، كاينين الناس المزيانين. ولكن الناس المزيانين راه الا حتى الا كانت عنده شي مسؤوليه راه ما يقدر يدير حتى حاجه بوحدو، ولا ما كانش عنده المسؤوليه الاكثريه ديالهم ما كيحطوهمش على في المناصب الحساسه اللي في حساسه، ماشي حساسه بالنسبه بالمعنى الامني، حساسه من المعنى النهبي الفلوس كيحطوها ديالو. كاين لك جميع الادارات المغربيه الداخليه العمال القياد، زيد عليها التعليم، زيد عليها الصحه، زيد عليها ما ديك الصحه العسكريه حتى هي راه دخلنا فيها راه مشكله، هذيك حتى هي هذيك واحد حاجهكم واحد الزباله هذيك الا مشيتي تحليتيها راه والبيع والشراء وبالعلالي وبالقصبه والتجبد الفلوس بالعلالي وعطيها، ما كاينش ديك العيبه ديال شد ما عندي بالسلام تسليمه والتبل العلالي تماك. انا مشيت لعندهم واحد العام، كنت وقعت لي كنا في شي قشله ديك الساعه، انا كنت في ديك الاقليم ديال الخميسات، كنا مجموعين على شي حاجه عندي جدرمية ديال ديك الاقليم ديال الخميسات كله لاحين بحال منشورين تما، كنت سناو شي حاجه ولا ما عرفت، كنا بغينا جمعينا بغينا نقمعوا شي تظاهره ولا لابسين ديك التري وديك كل حال سخون زوين. جدرمية جالسين في الجرده في الكازون، انا كنت عيان جوي ناعس بالليل، ما ناعسش بالليل خدام بالليل وشنو هو، تكيت في الكازون والكازون فيه داك البروديه ديال النداء وداك التخريميز، نعس الثاني نعس مزيان بالليل كنت خدام، ملي كان ديك البروده طلعت ليا وقعت لي شي انفيكسيون في البومون ديالي، انفيكسيون هي عاديه ديال البرد، بالليل ما دانيش النعاس كنت خدام صافي غنموت كنغوت. المهم قلت للجدرميه بقاو خدامين ولا دخلوا في حالكم انا نمشي لحالي للدار. مشيت الصباح ابونور مشيت عند واحد الطبيب جينيراليس تمايا، دوز ليا غاديو قال لي راه عندك باينه واحد لاطاش بيضاء، قال لي راه عندك الانفكسيون ديال البرد، قال لي راه ماشي شي حاجه سميتو، عطاني واحد لونتيبيوتيك قال لي راه ضربوا هذا ديال السيمانه صافي راك بخير وعلى خير. انا ما ثقتش، اش قلت لها نمشي
عندي ان سبيسياليست. مشيت عند الجدرميه، الطبيب ديال الجدرميه اللي كاين تمايا، كنا محسوبين على الرباط، عطاوني ورقه ديال اوسبيتاليزاسيون باش نمشي للسيرفيس ديال البنومولوجي ولا شنو هي هذيك ديال العسكر، السبيطار ديال العسكر ديال الرباط، اوبيتال ميليتير ديال الغابه كاين تمايا. المهم بلا ما نعاود لكم، من السلام عليكم كتبدا هذا 100 درهم هذا 4000 هذا باش. المهم عطاوني، شافني الطبيب السبيسياليست قال لي راه خصك اوسبيتاليزا في لو سيرفيس ديال البنومو، لان شكوف تقدر تكون داك السل ولا هذا. بيان سور انا ما كنعش تما، لان تنعس تما تقدر تشد السل تعاد تما. كنجي الصباح بكري، كنجي حيت كاينه على الفلوس، كنبان تما. كان الطبيب ملي كيجي كيقول لي مثلا عندك شي سكانير ولا عندك دير داك الفيبروسكوبي ديال الريه، داروا لي كان غادي نموت في هذيك المصايبه كحله. كيخشيو لك داك التيو من نيفك ويدخلوا لك الريه ديالك باش خداو لي دي بريليفمون. المهم كارثه، وزدك التحاليل كلشي المسائل. المهم النتيجه، الطبيب داك السبيسياليست، داك السبيسياليست ديال البنومولوجي قال لي راه ما عندك والو، راه حنا المهم حيدنا الشك هذه طاطاط. سنا لي الورقه باش نمشي في حالي الله يعاون نمشي نخدم. ولكن عندي اغوفوار من بعد ما عاد شي 20 جوغ ولا شي حاجه، عندي رونديفو اخر بحال كونترول خصني نرجع. اوكي داز هذيك 20 جوغ خصني نتبع، لان مسطره اداريه ديال الصحه هذه خصك ترجع باش يكتب لك الطبيب بانك راك صافي بخير وعلى خير في لو دوسي ميديكال ديالي، في داك لي ليفري بيرسونيل ديال ميديكال. رجعت غادي تجي النوبه ديالي، زعما سكيدجول يعني البروغرام اللي انا بروغرامي مع واحد الجينيرال ديالهم هو لو شيف سيرفيس، حتى هو سبيسياليست ديال البنومولوجي، حتى هو كيستقبل لي باسيون، هذا كولونيل هذا كوماندار، هذا كلهم دي سبيسياليست. قلت له عنده هذاك، حتى هو هذاك الجينيرال هذاك كيدخلكش للبيرو. دابا البيرو ديالو هو هذا، راه كيبان لك، راه هو كتبقى ورا الباب، دايرين واحد الكرسي على برا البيرو، دايرين كرسي قدام الباب كتشوفو من البعيد، ما تدخلش عندو للبيرو. لو روا شارل 14 ولا لوي 14 ولا ما عرفتش، بشار كيعيشين في واحد مصيبه. المهم علي ماشي دي هو المبتغى ديالي بهذه القصه. المهم جا عندك هادي ما عندك، حيت انا دابا انا شنو وقع لي، انا قبل ما يديوني عندك الجينيرال خاصني لو دوسي ميديكال. دوسي ميديكال شنو فيه؟ فيه كاع داك الشيء اللي درت في ديك خلال ديك الفتره اللي كنت اوسبيتاليزي في السبيطار، كاع لي رابور ديال لو سبيسياليست تريتون ديالي، لي زوبيراسيون اللي درت، شي لي زوبيراسيون يعني لي راديو اللي درت، ليكوغرافي، سكانير، ايرام، فيبروسكوبي، لو ريزولتا ديال الطبيب، لي كونترول اللي دار ليا الطبيب، تحليلات ديال الدم. دوسي كبير، راه تقريبا شي 15 يوم وانا اوسبيتاليزي وانا كندير هذاك الشيء، يعني راه دوسي مجمع فيه لي ريزولتا، فيه التصاور، فيه قبل ما نمشي كونترول عندك الطبيب عندك الجينيرال خصني نورمالمون ندي معايا داك الدوسي. داك الدوسي كيبقى في لوبيتال ميليتير. انا ما كنتش كندير تصاور ديال داك الشيء، ما كنتش كنتسوق في حيد الملاك، راه نورمالمون راه الدوسي كيبقى عندهم، كيبقى تيتحط راه دزتي عندنا هذا في جميع الادارات، الدوسي ميديكال ديالك كيبقى. جيت عندهم الصباح بعد عندي اغوفوار، قال لي اوكي تسنى باش نجبدوك الدوسي ديالك باش تمشي عند الجينيرال. قلبوا الدوسي ما لقاوش، قلبوا داك الجناح ديال البنومولوجي كله ما لقاوش. قال لي اوكي نهبطوا لواحد لاصال دارشيف فيها واحد لي جودان تا هو فرملي ديال العسكر، ما ربانا قال لك الدوسي ديالك هبط فلي ما كاينش والو. نورمالمون خصو يكون باقي في الاداره، لان انا عندي اغوفوار كونترول خصو يكون محطوط بروغرامي، راه هذاك راه عنده من بعد 15 جور ولا 20 جور عنده اغوفوار، خصنا بعد حتى نشوفوا بعدا شنو غادي يقول ليه الجينيرال، نشوفوا لو ريزولتا ديالو واش صافي راه ما عنده والو نهائيا بخير وعلى خير، باش ديك الساعه نكلاسيو لو دوسي. ما لقيناه. المهم هذاك الجينيرال قال لي شنو عندك؟ قلت له عندي اغوفوار، راه كنت اوسبيتاليزي هنا. ويقول لي فين هو الدوسي ديالك؟ ري الدوسي ديالك. قلت له ما عندي لا دوسي لا والو. قال لي فين هو الدوسي؟ قلت له الدوسي توضر، كاين معايا واحد لا جودان تما كيبدا ينغز فيه. قلت له انت كتنغز فيه منين حمار ولا مالك؟ قلت لي تماك شنو كاين؟ قال لي ما تقولش الجينيرال راه توضر. قلت لي اش غنكذب عليه؟ قلت لي راه توضر. قال لي كيفاش توضر؟ قلت لي راه قلبنا عليه راه مول الجينيرال. قلت لي شوف فيا ما فهم والو، بقيت كنغوت لان ما قدر ما يقول. حيت الموتيف هذا اللي جايب لي انا راه هذا راه مصيبه كحله، راه الحبس هذا راه قلبوله هذه، انت كيفاش دوسي ميديكال ديال واحد توضر؟ اي ما كانش يتوضر.
غادي يشوفوا فيا ويقول لي دار واحد الورقه ها ويقول لي اوكي ها ورقه ديال لوسبيتاليزاسيون رجع للاداره باش يعطوك لو سيرفيس ديال البلومولوجي باش يعطوك رونديفو امتى ترجع تنعس عاوتاني. قلت له علاش مو جينيرال غادي نرجع الناس؟ قال لي باش تعاود نعاود لك عاوتاني راه الدوسي مشى لك تودر لك غادي نعاود لك عاوتاني سكانير اخر ونعاود لك فيبروسكوبي ونعاود نشوف لك الطبيب وعاوتاني نعاود لي من داكشي من جديد. قلت له واخا مرحبا. شديت ديك الورقه ديتها لدوك السيرفيس قيدوني لك تخرميز. قلت لي السلام عليكم. مشيت عيطت على داك الفرملي ديالنا اللي مقابل الصحه ديال الجدارميه المستوصف ديال الجدارميه داك تخرميز. قلت لي راه اش دارو؟ قال لي راه الدوسي قالوا لي الدوسي ديالك راه توتر. قال لي شنو دابا؟ قال لي قلت لي راه قالوا لي غادي تعاود اوسبيتاليزي تعاود من زيرو. قال لي وشنو غادي دير؟ قلت لي الله يرحم الوالدين كتب بانه راه صافي سالا الدوسي كلوتيغي دير اللي بغيتي برمتو عطيتو فلوس. قلت لي انا ما باغيش نقرر عليك السبيطار انا مزوقك. هادو اللي ودروا لي الدوسي يقدر يمشي تما يقول لي شي بلا ديال السيده ولا ديال شي لعبه ولا غلطوا لي بشي حاجه ولا ما عرفت شنو. قلت لي واش تمرين؟ قال لي صافي يكون هادي سي فهد حيت عندو لنورمالمون دوسي ميديكال تيتبعو الصحه ديال الجدرميه مع الصحه ديال العسكر. لان الا قال لك طبيب ديال العسكر قال لك ترجع اوسبيتاليزي خصك ترجع اوسبيتاليزي. قلت لي انا غبر لي داك الدوسي ولا حيدو ولا الحمد لله خرجنا صحاح بخير وعلى خير ما عندنا والو. راه الناس تما راه كتعذب راه كتمحن الناس راه كتمحن تما راه كيما قلت لكم واحد الحلقه راه جدرميه السياتيك المصيبه الكحلاكي اللي فيه القوم كاين اللي فيه السل كاين اللي فيه ما عرفت شنو امراض اللي ما كايناش وكاين اللي ما عندوش جنب فلوس باش يمشي للسبيطار كتلقى ساكن في خدام في شي بلاصه بعيد على السبيطار كيلبس التوني مسكين كيدير اوتو ستوب باقيين كيديروا اوتو ستوب كيركبوا مع الكاميوات وهذه مول الكاميو كيركبوا معاه ولا مول الكار كيركبوا كيجلسوا قدام كيعطي كرسي وكيركبوا قدام باربريز باش يبان ديك الكاسكيطه ديالو بحال الطياره جاي بحال الطياره بقر باش جدرميه من يوقفوا في الطريق يبان لهم شاف ولا اجودان راكب معاه باش انت يقولوا حيد هذا ما عندنا ما نديروا به هذا يشوه هنا معاه شي جدارمي مكرد باين جدارمي راكب في الكار ولا في كاميو اوتو ستوب راه بالتوني ديالو مسكين راه ما عندوش حتى باش يفطر ما عندوش حتى باش مكرد راه ما عندوش فاش يركب ما عندوش 600 ريال باش يركب في الكار باش يركب شي حتى هو سيفير في بلاصتو وهادي مخلص المأساة هادو صافي هادو اللي كاين مأساة ولا حشومة في 2019 دابا قربنا ندخلوا ل 2020 وباقيين كنعيشوا بحال هادشي وفينا هو داك الهالك ديال اللي كتقول العاشة الهالك هو ما كيعرفش هادشي ما تيعرفش هادشي هو اليوتيوبات الناس كتهضر وكت الناس كتموت ديك النار الناس ما عرفت شحال من شحال من مرا وراجل ماتوا ديك النواحي الصويره ماتوا على قبل دقيق شي 20 ولا 30 ولا 100 واحد شي عفط فوق شي قتلوا الناس بعضياتهم الدول كاع كتضحك علينا صاحبي تما اذا كتقول لي اين الثروه وباقي كتضرب لي القفاطن الزرقين الفيولي الخضرين الصفرين الكتريك هادي البلغات السراول وما عندك حتى الفورمه كتضرب لي داك السراول ديال الهيب هوب ما عندك حتى الفورمه ديال الهيب هوب كنا بعدا داك شي فورمه زوينه ولا بعدا شي مقاد عطيو مثال بداك الملك ديال الاردن ما شغلناش ما نهضروش عليه انا داك الدوله وحنا نهضروا على راسنا شوف بعدا كوميم كيبان لك بعدا متريني هادي بخير صحيح باقي حتى الا لبست جين وهادي كيبان هذا ما عندك حتى الفورمه ديال بحال بوصيحه خيب خلعوا بك الدراري الصغار ما الله يتف راسك باش تهلا في الشعب الله يجي تهلا راسك شوف سبحان الله خليطه خنزيره صاحبي مسخ جميع الامراض رجلي ولاو بحال شي كي وقين قي وقين ولا بان شي سميتو داك الكرش واحد الراس غادي كيكبر وخي ما عرفتش ما ربي السلامه يا ربي السلامه مسيح الدجال هذا خا ما كاين لا مسيح الدجال لا مولاي بويه عاش الملك بعدا كاين شي بوغوس بعدا شي زوين بعدا ها الوجه حتى هذوك اللي تيتزوجوا به ما عرفش شنو تيعجبهم فيه ولكن الملاير الفلوس الحبه المغرب الفلوس ديال المغرب لا لي مليار
تاع اليخت ديالو راه ساوي 500 مليون ديال الدولار تاع اليخت. ايوا باش نختم الحلقه ديال اليوم ان شاء الله، نتمنى من المغاربه المهم يكونوا ماشي الهضره ديالي بوحدها، راه المناضلين الاحرار راه كاينين على جميع الاصعده والدول والمغرب، يفهموا يعرفوا بان راه النظام راه صافي، راه سالا، راه سالينا، راه ما بقاش صافي، ما ديش من عاش الملك صافي سالينا، ما خصنا ما قديتوش، ما درتو لنا والو، راه ها جوعتوا المغاربه، قهرتوهم، بناتهم بعتوهم، تتبيعوا حتى الدريات مساكنات كيما كيتقهروا كيمشيو، راه كيتقهروا اش غيديروا، كتشوف با وما وخوتها كيتقطعوا تتقول لك انا نساهم واش غادي ندير، غادي ندير تقلب على كونترا في الامارات ولا قطر ولا الخليج ولا الصباليون ولا الطاليان، تخدم على راسها، اجي نقول انا غيفسدوا ولا شنو، كيمشيو يضربوا تماله، اما اللي بغات تفسد راه كتفسدها في المغرب، راه المغرب راه الفساد فيه، ما كنعرفش انا الدريات اللي كاينين تما تنقول تيمشيو يفسدوا، راه كيمشيو يخدموا، اما الا بغات تفسد راه تجلسها في المغرب وتفسد وتصور الفلوس، راه في المغرب تصور الفلوس، ما عندناش، ما باغي لكمش، ما باغيش الكرامه، باغي يخليك ديما تحت، ما تكون عبد هو مشغلوش ويعيروا عنا ولا يضحكوا علينا في الشعب المغربي اللي كان معروف عليه بانه شعب حر، قاوموا الناس المقاومين احرار، عبد الكريم الخطابي راه الدول كلشي كيعرفوه، الدول كلشي كيعرفوه، راه معركه انوال، راه المغاربه حنا اللي ما قريناش عليها، راه المهم قراو لنا معركه انوال كانت هادي انتصر فيها الاسبان، انت شمن انتصر فيها الاسبان، ترى الجنرال سيباستيان راه جاب معاه 100,000 جندي، خلى ليه عبد الكريم الخطابي ما عاد خلى ليه شي 5,000 انتحرات براسو، هو قتل راسو، هو ستان جينيرال باقي ديك لي كوتيم ديال لي جينيرو داكشي، ملي شاف راسو انهزم بحفنه من المقاومين، اشنو عندهم؟ ما عندهم والو، عندهم قليل فيهم شو عندهم العودان، وعندهم ديك بوحبه المكحله ديال بوحبه، وشو عندهم الجناوه والعصي والحجر، سجنوا ما عادش 40,000، قتلوا ما عادش 60,000، شي 10,000 انتحرات، هو براسو انتحر، حرب العصابات، الدول كلشي تيعرفو، كلشي تيعرفو ديك المعركة ديال الأنوال اللي هي تاريخية، دابا رجعونا حنايا، ما رجعونا ما، ماشي هو، كاين بزاف المقاومين، حمو الزياني، كاين الحنصالي ديال المنطقه ديك النواحي ديال الزلال، هذاك الشيء كمقاوم، كاين كان واحد اللي كان ضدهم حتى هو عديو به، لان الاخر التركه ديالو ولاو موالي للنظام اللي دخلوا الانتخابات البرلمان، حتى هو كان ضد العلوين باش يشدوا الحكم، ما راه غصبا هما اتفقوا مع فرنسا وغصبا غصبوا الشعب سميتو، خداو ديك الملكيه خدوها غصبا، رجعتوا للتاريخ راه غصبا صح خداوها، بيبيعوا الشعوب فرنسا، حاربوا المقاومين الاحرار، حاربوهم هما العلويين باستعمال القوم وباستعمال الخوانه وباستعمال الجيش الفرنسي الاستعماري، ما كنهضرش على الجيش الفرنسي ديال دابا، كنهضر ديال ديك الساعه، الجيش الاستعماري ديال ديك الساعه، ولهذا المغاربه راه خصكم تغيروا التاريخ، راه غادي تسجل عليكم في التاريخ، غادي تبقاو خالدين، الناس اللي غادي حنا دابا ما عندنا ما نديرو، حنا كنهضرو كنقولو داكشي، كل واحد كيقدم الشهادات ديالو على حساب داكشي اللي عنده، كيقدم تصريحات، كيقدم كيهضر كيعبأ كيسميتو، ولكن راه الهدف ديالنا راه حق، راه ماشي باطل، المبتغى حق ماشي باطل، هذا هو المهم، كنطالبوش شي حاجة، كنطالبوها بالحرية ديالنا، الدستور كيقول السيادة للشعب، وما تحطش ليا بنود في الدستور كي 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 كيغطيو ليا داك البند، إلا قلتي ليا الدستور في الدستور السيادة للشعب، خصها تكون السيادة للشعب، ما تكونش السيادة لك أنت بوحدك، الشروط الدستورية اللي كتخول لك أنك تحكم المغرب ما بقاتش،
اولها كتقول امير المؤمنين رئيس الديني ديال الدوله المغربيه، انت كتقوم بافعال اللي هي محرمه في الدين، متخذين اختان في القران العظيم. في القران هي متخذين اختان، هو نفس الجنس، هو الجنس، هو الزنا والنكاح ما بين جوج ديال الشخصين من نفس الجنس، يعني راجل مع راجل ولا امراه مع امراه. انت كتتخذ اختانا، دونك انت كترتكب حراما في الدين. غير هادي راه صافي سقطات عليك الاماره ديال المؤمنين، وسقطات عليك الصيفه ديال الحاكم، وسقطات عليك كل شيء. خليه الشفره والفلوس والعبوديه، اخدان ولا اختان ولا المهم هي هذيك. المهم انا المهم هو المعنى وصل الحمد لله. نمران نال كلونير بولندا ندير ليه ابن مرتي وانايا ولا شنو ندير به؟ ترى موسخ انا هذاك، انا كنتشنق انا وامي وانا في الطريق، يعني كنتشنق انا وياه في الطريق، هو علاه بالعلالي ما قدرش عليا، ما دار ما قدرش يوصل ليا، عارفني نعري لمو على البركاصه ديالو، نشوه اقسم بالله كنشوه بالله. عارف بالله هما كيشموا، راه بنادم ملي كيكون حر تمايا تما داك القانون ديالهم وداك العجرفه ديالهم والظلم ديالهم، عارفين بنادم عارفين حر كيشموا فيك الحريه، والله ما يقدر يوصل لك. قالوا المحاولات والمحاولات، وهذه بغا يدخلوني للحبس، ولكن ماشي يدخلوني للحبس داك الحبس ديال يغبروني انا، كل قاو فين كيديروا لي، ولكن غلطوا غلطوا في الغلطه الاولى اللي داروا، ما انه قبلوني في داك قبلوني داك الكونكور نهار الاول في 92، والغلطه الثانيه اللي داروا عاوتاني هو بقاو مخليني، والثالثه هما دخلوني وليت معاهم، انا دخلت معاهم ديك الدراجات الناريه وعرفت الخبايا ديالهم، ديال داك الزباله ديالهم، الوسخ فلوس الشفره النعم السعايا المبايعه بايع بزاف، راه ما غنساليش. بديت الامثله ديال هاد الفساد، راه ما نسالي اقسم لكم بالله ما نساليش، راه باقي عاقل على كل شيء 24 عام. ما نساليش المغاربه صاحبي يتحركوا شي شويه، الله يرحمكم، شويه ديال النفس وشويه تقعدوا شي شويه هضروا على حقكم، تهضروا على سلمين، خرج تهضر تقول، راه خص المجتمع الدولي يشوف وصوروا في اليوتيوب باش حتى حنا نعرفوا على من نهضروا، هضروا وقولوا لا اله الا الله، قولوا تقارنا، خرجوا بشعارات، خرجوا تجمعوا ديمارش، كل شيء ما يخرجش غير هادو، ديمارش خرجوا المعلمين الاساتذه، خرجوا معاهم انتوما ساندوهم، خرجوا الفلانيه خرجوا معاهم، خرجوا الشباب ما بغيناش جنيد، كل شيء خرج. ياك السياده للشعب اش كتدير لي تطبق عليا قانون تقول لي صحه؟ لا ما بغيناش الجنيد، حنا ما كنشوف هذا القرار ديالك خاطئ اسيدي، لا لي الجنيد، خرج مع الشعب كله، دريات دراري صغار كل شيء مراوات، اللي حق عليه الجنيد ولا ما حقش عليه الجنيد، وصلوا الصوت ديالكم للشعوب. الفيسبوك وهادي والقنوات غيبداو يهضروا على فكروا انتوما يا الجزائر ولا السودان ولا مالي، كيفاش نجحوا سميتو؟ راه نجحوا حيت تخرج الناس كاملين، لان وصل الصوت ديالهم كبر ووصل، اين هو كيوصل؟ راه صافي. راه اما الا كانت المطالبات محليه ولا محدوده في واحد الاطار، بحال مثلا اساتذه متعاقدين كيخرجوا يهضروا على واحد المطلب واحد، خرج مثلا شباب بوحدو يطلب طالب لا التجنيد بوحدهم، يخرجوا وحدين اخرين عاوتاني لا بغينا الزياده في الاجور، يخرجوا شي وحدين عاوتاني شي فيلاج ورا الطريق بين الطريق، داكشي اللي بغى المخزن، شي اللي بغى المخزن بغى هادشي، بغاكم يكونوا المطالب ديالكم متفرقه، باش ما تقولوش ما عمرو ما يصلغوا الوقت والشجاعه انكم تقولوا ليسقط الهالك، ليسقط النظام الهالك، النظام الاستعماري الامبراطوري الفاسد الخائن. ايوا شنو نقول لكم؟
نتمنى الهضره ديالي وصلات. نتمنى انا ماشي غادي نقول لكم ماشي غادي نامركم ولا غنقول لكم شنو غديروا ولا شنو هو. انا طريقه نضاليه على قد ما كندير هادشي اللي عطاني الله غادي ندير كيما الناس الاخرين اللي كاينين الاخوان الاحرار اللي قبل مني تا هما دايرين. انا هادشي اللي عطى الله راه تناضلوا كون كنت انا تما حاصل واش نقدر نخرج ولا ما نقدرش نخرج. يعني راه نعذركم ولكن خصكم تخرجوا بادي راه ديالنا. انا ما بديتوا شي حاجه ما عمركم راه غتبقاو بحال هكاك. المغرب ديما هكاك ديما عبوديه. داك القلش ديال ولدو راه جاي لك ودني حتى هو بحال الصرفاقات دير بحال الديب. هذا كارثه. هذاك اللي تيري في بنادم تيري فيه من الهليكوبتر ما كيحشمش. هذاك باينه فيه من صغرو داك الكارثه. ونتمنى ما يوصلش ما يطلعش عليهم النهار. صافي هذا هو اللي كاين. واناشدكم اخوتي المغاربه اناشدكم خوف راه ماشي عيب. خوف راه طبيعه انسانيه. ما تكونوش جبناء سهله تغلبوه سهله. راه حف هما حفنه صغيره ديال الباشا ديال الحتلات. تخلعوهم والله تتخلعوهم. راه 40 مليون مغربي يا صاحبي والله اقسم بالله الا اكبر خو والله تيهربوا. راني كنعرف المغاربه راه المغاربه راه رجال. راه المغربيات راه حارات راه مجي راه واعرات راه صعابات. راه والله تتهربوا من ديك البلاد اقسم لكم بالله اللي كيخليو اللي غيخليو على البلغات والله تيلوحوا الحوايج وهربوا. مين لهم على النياب ديالكم قولوا فوالا انتوما حكرتوا ولا انا نوريكم. ما يقد عليهم حتى شي واحد. المغاربه راه للضروره ما يقد عليهم حتى شي واحد. راني كنعرفهم المغاربه ملي كنوضع الحق ديالو راه ما يقد عليه حتى واحد اقسم بالله ما يقدوا عليهم. خرج كلشي للشارع هزوا يديكم انتم لو بغاو يتقتلونا قتلونا. هزوا راه ينفوا يشوفكم راه والله ما يقيسكم شي واحد. والله ما يقدر يقيسكم شي واحد. ايوا اش كاش خليه لكم غادي واحد الغرض ديالي انايا يمكن نقريه. تشرفت تكلم معكم دابا واحد الساعه وربع. والمهم خليكم الى فرصه قادمه ان شاء الله. انا درت هذا الفيديو طلب الناس بزاف كيبسلوا لي شحال هذه ما تكلمتي معنا شحال هذه ما خرجتي لنا. ان شاء الله نكون شي حلقه قادمه ان شاء الله نتكلموا معكم. ان شاء الله ندير شي مره شي لايف في الفيسبوك اذا كان مواطنين كما كيديروا الاخوان اللي كاينين. اذا كان شي مواطنين بغاو عندهم شي تساؤلات على المباشر عندهم شي تدخلات على المباشر نتشاركوا معاهم. كاين شي تفسيرات سؤالات. ايوا السلام عليكم. حين نحيد نطفي هادشي اللي يكون شي شرطي هنا ضربنا شي تيكيته شي مخالفه. تحيه نضاليه وعاش الريف عاش المغرب عاش الصحراء الشعب الصحراوي عاشت الحريه وليسقط النظام الهالك الفاسد الشاد على راسهم الخنزير محمد السادس. هذا هو المطلب. ما كاين لا مطلب لا ما كاين لا اخنوش لا حكومه لا مربي. كاين اسقاط نظام الفاسد على رأسه الهالك السادس الشاد المفسد المسخ الخانز الخيب العاهر. تحية جمهورية.